السلام عليكم جميعا. معانا النهارده محاضره مهمه جدا جدا جدا، لو قعدت اقول جدا لحد ما يعني اخلص انا عايز اقول قد ايه جدا، يعني ممكن الفيديو ده يقعد ساعه، انا بقول جدا. بس المحاضره النهارده عن الالترا سونوجرافي ان بريجننسي، اللي هي تكمله لدرس الدايجنوز اوف نورمال بريجننسي. المحاضره دي مهمه جدا لان الالترا ساوند عندنا مكمل معانا في كل الدروس تقريبا، في كل الدروس الممكنه في صور للالترا ساوند لازم نكون فاهمين الانتربريشن بتاعها بيتعمل ازاي. في الاوسك في صور الترا ساوند، في كل تيان كل حاجه هنمتحنها وكل حاجه هنشوفها السنه دي في راوند النساء والتوليد هيكون عندنا فيها الترا ساوند. فمهم جدا جدا ان هو يتشرح بشكل كويس، وانا يعني الصراحه يعني اعتقد ان انا اول مره اجهز الدرس بالشكل ده، لان انا عارف الالترا ساوند معظمنا بيعاني فيه، اللي هو ازاي بيتقرا، طب ايه الفرق بين الترانسفاجينال وبين الابدومينال، طب مش عارف البروب شكله عامل ازاي، طب ده كده ساجيتال ولا ترانسفيرس. فالموضوع كله طبعا فيه لخبطه شويه، والصور كمان في الكتاب بعض منها كمان مش مساعد انها تبقى واضحه. فالنهارده هنطوله قوي في شرح الموضوع ده، بس اتمنى يعني اللي هيتفرج على الفيديو وهيخلصه ان شاء الله يطلع باكبر استفاده ممكنه. فنبدا اول حاجه خالص، انا عامل دلوقتي ملف باوربوينت لما فيه كل الصور اللي هحتاجها النهارده تقريبا، وعايز ابدا الاول يعني هشرح كل حاجه عن الجهاز وبيشتغل ازاي وان احطه فين وبيطلع الصوره عامله ازاي، وبعد كده ارجع تاني للكتاب علشان الكتاب اصلا يعني احنا ايه كناس اول مره نتعامل مع الترا سونوجرافي كجهاز يعني كانتربريتيشن، الجهاز ايه يعني داخل فينا على طول كده يعني على طول في وشنا، يعني هو حتى مش بيحاول يمهد الموضوع، لا هو معتمد يعني ان احنا هناخد نبذه سريعه وبعد كده ايه هنفهم كل حاجه. ففي الاول خالص قدامنا هنا ده صوره لاحد نسخ جهاز الالترا ساوند، لان الالترا ساوند في منه اجهزه كتيره جدا، في منه اجهزه كبيره جدا قد الاوضه، في منها اجهزه صغيره شويه، في منها اجهزه زي اللابتوب مثلا. فالاحجام بتختلف بشكل كبير جدا بين الموديل الثاني ده، غير طبعا ان الشاشات نفسها بتتطور، كانت زمان ال سي دي دلوقتي ال اي دي، فكل حاجه في الجهاز طبعا بتتغير على حسب الموديل وعلى حسب الشركه بتاعتنا. ده نموذج للشكل اللي عندنا قدامنا ده. الجهاز عندنا بيقسم لايه بالظبط؟ عندنا مونيتور، عندنا شاشه، تمام؟ طبعا ده اساسي، ده الحاجه اللي هنشوف عليها الشكل بتاع السونار، اللي هو احنا باصين فين، طب ايه الاستراكشر اللي قدامنا، كل حاجه هتبان على الشاشه هنا. عندنا كمبيوتر، وايوه الالترا ساوند بيشتغل بسيستم كمبيوتر بالمناسبه، يعني الالترا ساوند هو يعتبر يعني جهاز كمبيوتر بس بينزل عليه سوفت وير مخصوص، طبعا كل شركه بتصنع السوفت وير بتاعها، فبيبقى السوفت وير طبعا فيه اختلافات من جهاز للتاني، بس فيه الاساسيات تمام اللي هو محتاجه عشان تشغل الجهاز. في عندنا باس كنترولز، لان احنا طبعا بنتحكم في مدى الويف، لان هو اساسا كده جهاز الالترا ساوند ده عباره عن موجات صوتيه، طبعا بقى ممكن نعليها ممكن نوطيها. يعني احنا عندنا مثلا في الكتاب موجود ان الجهاز بيتراوح الهرتز بتاعته مثلا من 3 الى 5 ميجا هرتز، ده اللي بيستخدم يعني في الاوبستريكس، ومن 5 ل 7 ميجا هرتز في الفاجينال ترانسديوسرز. فهو المقصود يعني بالكلام ده ان الجهاز لو ويف لينث ممكن بقى تعليه ممكن توطيه زي ما انت عايز، بيبقى من خلال التحكمات اللي هي موجوده الزراير دي، واللي هي التويستنج بوتنز اللي هي بتتلف، اللي هي زي كده الفوليوم بتاع لو بتوطى يعني عشان تعلي وتوطي ايه الويف لينث. في عندنا الترانسديوسر، ده بقى اللي هيتحط على الجسم، تمام؟ هيبقى عندنا في منه كذا نوع، احنا عندنا يعني شكلين مهمين وهو الابدومينال والترانسفاجينال، تمام؟ الابدومينال اللي هو هيتحط على بره الجسم على الابدومين، والترانسفاجينال اللي هو هيتحط جوه الفاجينا حرفيا جوه الجسم، تمام؟ في عندنا كيبورد، دي مهمه جدا برضو عشان كده كده الجهاز بيبقى فيه سي دي او دي في درايف، الجهاز جواه كمان انترنال ميموري، جواه يعني ميموري ممكن تخزن عليها بيانات المرضى. فانت محتاج الكيبورد دي عشان تدخل مثلا هتعمل ملف للمرضى، هتكتب نوتس، هتكتب اسم المريض على الالترا سونوجرافي بتاعته، عايز تكتب مثلا اي ملاحظات جانبيه، برضو الكوماندز لو هتدخل اي كوماند للسيستم ريجستري على الجهاز نفسه بيبقى من خلال الكيبورد دي، فالكيبورد دي لاي تعاملات مع الجهاز بتبقى مهمه جدا طبعا. والسي دي والدي في دي برضو لو انت لو يعني عشان اللي هيقعد على الجهاز ده ويشغله يدخل السي ده ويشوف برضه الراجل ده كان او الست دي عندها مشاكل عامله ازاي يعني من مرات سابقه. وكده كده برضه في اجهزه بتبقى نازله معاها برينتر ممكن تطبع زي كده سكرين شوتس، اصل هو الالترا ساوند ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز انتر اكتف، يعني انت حاطط البروب على الجسم وشايف اللي بيحصل جوه يعني لايف، يعني الحاجات اللي بتحصل في ساعتها. فانت عشان تاخد صور بتاخد سكرين شوتس كده لفترات متقطعه، ممكن يعني تحمل اي سكرين شوت منها يعني وتطبعها على ورقه، يعني ساعات بتكون متوصله ببرنتر وقتها يعني يعني لو انت عايز تاخد صوره لجزء معين في مشكله او حاجه، وطبعا بقى ممكن تحطه في الملف بتاع المريض وبعد كده ايه يتشخص ويتعالج والامور دي كلها. فدي اجزاء الجهاز كلها، طبعا الاجزاء دي ممكن تختلف حاجه بسيطه من الموديل الثاني، بس دي اساسيات معانا في كل الاجهزه تقريبا. طيب شكل بقى البروبس، احنا قلنا عندنا نوعين من البروبس، نوع ابدومينال هيتحط على الابدومين،
هيشوف بقى حاجات زي الستومك، هيشوف حاجات زي الليفر زي الكيدنيز، الحاجات كلها اللي في منطقه الابدومين، ونوع ترانس فاجينال، وده مهم جدا جدا عندنا في روعه النساء والتوليد، واغلب الحاجات بتتعمل بيه. في الاول خالص ده عندنا ده الابدومينال. الابدومينال طبعا هو مقسم لكذا جزء، يعني في عندنا ده يعني يعتبر ده المدخل بتاعه، ده الكونكتور اللي بيخش في الجهاز، تمام؟ ده هو طبعا احنا بنغير البروبس، فبالتالي لازم يكون في عندنا مدخل ليخش جوه الجهاز، وبعد كده نخرجه عشان ندخل مكانه بروب تاني. فده الجزء اللي بيدخل جوه الجهاز، تمام؟ عندنا كورد عادي، سلك عادي جدا، مفيش اي مشكله، تمام؟ بيوصل ايه بقى؟ موصل بالبروب عندنا، هو ده الابدومينال بروب. ده اللي بيتحط على الابدومين، تمام؟ شكله اشبه ان هو يكون يعني حرف تي كده، يعني هو بيكون عامل كده وبينزل كده، تمام؟ نفس الكلام، وبعد كده بينزل بهذا الشكل. هو شكله هو يكون اقرب لحرف تي، وبيطلع طبعا الويفز بقى بتطلع بشكل عامل ازاي منه؟ بيطلع منه بشكل عامل كده، تمام؟ واخده نفس الكونفكس ارش بتاعته دي، تطلع بنفس الشكل. عشان برضه يكون عندنا فكره برضه الشكل الويفز طالعه منه بشكل عامل ازاي. ده كده الابدومينال. في عندنا بقى الترانس فاجينال، هو ده شكله، تمام؟ هو طبعا طويل عشان هو هيخش في الفاجينال كانال لحد اخرها، لحد تقريبا ما يلمس كده السيرفكس من بره، عشان هو طبعا هيبقى مطلوب منه ان هو يشوف بقى الاستراكشرز اللي جوه، اهمهم طبعا اليوترس، وممكن برضه يبقى شايف حاجات ثانيه زي الدنيا بدر والحاجات دي، فهو لازم يكون بالطول ده عشان يخش لاخر الفاجينا. برضه عندنا نفس الكلام، برضه عندنا كونكتور ده اللي هيوصل في الجهاز، وعندنا سلك، وعندنا اهو ده البروب نفسها كله على بعضه. طبعا دي الهاندل، يعني الجزء ده كده ده الهاندل بتاعته اللي هيعمل العمليه السمار دي، يعني اللي هيعملها للبيشنت هيكون ماسك البروب ده من الهاندل دي، تمام؟ يبقى ده كده كان عندنا الترانس فاجينال بروب. ده بيتحط ازاي وده بيتحط ازاي؟ عشان دي مهمه جدا جدا. في الاول خالص عندنا صوره اهي، ده الابدومينال، الراجل اهو ماسك البروب، الست قاعده كش بطنها، واضح جدا دي بطنها مفيش اي مشكله خالص، وماسك البروب بالشكل ده. هيمسك البروب، الاشعه الويفز هيطلع منه بنفس الشكل بتاع الكونفكس ستراكشر بتاع البروب نفسه، واخده نفس الشكل. وبرده هنشوف ان في حاجه اسمها ساجيتال بلين وحاجه اسمها ترانسفيرس بلين. مره انا ماسك الجهاز بالطول ومره انا ماسكه بالعرض، عشان بتفرق جدا برضو القطعيه اللي هتبقى موجوده عندنا في الالترا ساوند هتبقى شكلها عامل ازاي. وطبعا المنظر عنده باين هو على الشاشه، باين حسب طبعا هو داخل وحاطط البروب فين، وهل هو ساجيتال ولا هو ترانسفيرس، بتفرق طبعا جدا زي ما قلنا في الشكل. فده صوره لازاي الابدومينال الترا ساوند بيتعمل، تمام؟ في عندنا بقى الترانس فاجينال، ده بيتعمل ازاي؟ زي ما قلنا الراجل ماسك الجهاز اهو من الهاندل، ماسكه اهو من ايده، تمام؟ ومدخل البروب لحد الاخر خالص، لحد اخر الفاجينا عند السيرفكس في المكان هنا، تمام؟ وبرده في منه ساجيتال وفي منه ترانسفيرس، بس هي بس عشان ايه؟ احنا بحاول اوريكم بس الجهاز ده بيتحط ازاي والجهاز ده بيتحط ازاي. دي كده الاساسيات. طيب الجهاز نفسه سواء هو ترانس فاجينال او سواء هو ابدومينال، ايه هو اللي جوه الجهاز اساسا؟ يعني ايه هو يعني ازاي الجهاز ده بيطلع موجات صوتيه وايه اللي جواه؟ لو شلنا البلاستيك اللي جوه الجهاز هيبقى قدامنا الشكل ده. مالناش دعوه بالتشيبسات اللي قدامنا دي خالص، بالشريحه اللي قدامنا دي مالناش دعوه بيها، دي كلها يعني شغل الكترونكس وبرمجه ويعني شغل كهرباء اكتر منه يعني بتاعنا احنا، يعني حتى في اسلاك كتير جدا جوه. اللي يهمني هو الاستراكشر اللي قدام ده، اللي تحت البلاستيك على طول، اللي انا عملت عليه ده، تمام؟ ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كريستال، عباره عن كريستاله، حاجه اسمها بيزو الكتريك المنت، يعني ده عنصر بيحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه اهتزازيه، تمام؟ فيهمني جدا ان هي دي عباره عن كريستال، عباره عن كريستاله موجوده في اخر البروب خالص. هي دي بقى اللي هتخش لها بقى، طبعا احنا عندنا اهو في الجهاز بص عندنا بكهرباء، فالطاقه الكهربائيه هي اللي هتتحرك الى طاقه حركيه، ان هي هتتحرك الى ويف لينث ساوند ويفز باهتزازات طبعا. فالكهرباء هتمشي توصل للشيبسات اللي قدامنا دي، الشريحه دي طبعا مبرمجه بشكل معين ان هي تخلي الكريستال تهز بطبعا ساوند ويف معين، وانك لما تعدل الساوند ويف من الجهاز يبتدي يقل او يزيد على حسب انت عايزه يبقى ايه، فكل ده شغل برمجه زي ما انا قلت. انما اللي يهمنا الكريستال اللي قدام دي هي دي اللي هتتهز وهي دي اللي هتعمل الساوند ويف، مهم جدا جدا. وشكلها برده لوحدها بالشكل ده، وبتتباع اللي هي دي وبتتباع لوحدها، يعني ممكن لو مثلا لاي سبب كان مثلا الجهاز حصل فيه مشكله، الكريستاله مع الوقت حصل فيها مشاكل، بتتغير وتتبدل، بتتباع فرط يعني قطعه لوحدها بشكل الكريستاله. حتى لو واخدين بالكم هي معموله ان هي تاخد نفس الشكل الكونفكس بتاع البروب، نفس اللي هو بتاع الابدومينال بروب، ان هو الويفز بتطلع منها بالشكل ده، تمام؟ تفضل طبعا تزيد 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 بالشكل ده طبعا، وبتبعد طبعا بعيد جدا عن الكريستال نفسها. الكريستال بيوصلها طاقه كهربائيه متبرمجه ان هي تعمل لها اهتزاز بشكل معين وتطلع عندنا
الساوند ويفز. انا بس حبيت اوريكم بس الجهاز بيشتغل ازاي حتى من جوه. طيب الجهاز ما بيتحطش على الجلد مباشره، ودي حاجه مهمه جدا، ولا بيتحط حتى على او اللي هو الترانس فاجينال بروب، ما بيدخلش برضه بشكل مباشر. ليه؟ احنا عندنا مشكله ان ما ينفعش الويف لينث ده يعدي في هواء، ما ينفعش يكون في فراغ هواء بين الجهاز وبين البيشنت. لو كان ينفع طب ما كان الاولى ان انا امسك الجهاز في ايدي بعيد كده عن البيشنت، كاني ماسك كده بحاول مثلا اطفي مثلا تلفزيون بريموت كنترول واشغل الجهاز، وهو بقى بعد كده بقى يوري الصوره عادي. ايه اللي يخليني بقى احط الجهاز على جلد البيشنت طالما انا مش عنديش مشكله مع الهواء؟ احنا عندنا مشكله مع الهواء، الهواء هيقلل من جوده الصوره في الالترا ساوند. فلازم لازم لو انا هحط الجهاز ده على الجلد لازم احط ميديوم بين الجهاز وبين الجلد، بحيث ما يبقاش في اي هواء خالص بين الجهاز والجلد، يبقى كانهم لاصقين في بعض، كانهم حاجه واحده. بنحط بقى حاجه اسمها ايه؟ بنحط حاجه اسمها الترا ساوند جل، اعتقد معظمنا شفناه، بيبقى لونه ازرق، بيبقى قوامه تقيل كده زي ما يكون جلي. بيتعمل ايه؟ بيتحط بالشكل ده على البروب، وبعد كده بيتفرد على الجلد بتاع البيشنت مثلا في منطقه الابدومن او حاجه. يعني هو اصلا مش الغرض ان هو يتحط على الجهاز بالشكل ده، هو الغرض ان هو ايه؟ اللي هيعمل الالترا ساوند ده للبيشنت هيمسك الجهاز ده اللي عليه الجل، وهيفرك الجلد في المنطقه اللي هو هيعمل فيها الالترا ساوند اكزامينشن، علشان بس ايه؟ ينشر بس الجل في المكان ده. طبعا الجل ده بيبقى قوامه سميك جدا، معمول من حاجتين، من ميه ووتر، ومن حاجه اسمها بروبيلين جلايكول. ده بيستخدم برده في الهاند سانيتايزرز، يعني اللي هو لو حد مننا جرب يشتري اللي هي معقمات الايديم دي اللي هي بتكون بالشكل الجل مش الشكل اللي هو الكحول، هيلاقي قوامها وشكلها يكاد يكون مطابق ليها يعني. فهو مهم جدا في قوام الجل ده ان هو يكون سميك، ان هو يكون ثيك، وان يكون ستيكي، يكون بيلزق. ليه؟ عشان ما تجيش انا هنا مثلا على بطن البيشنت وفي وسط ما انت بتشتغل تلاقيه مثلا سايح زي الميه، فتلاقيه خلاص اتبخر او مثلا بعد عن المكان اللي انت كنت حاطه فيه، لانه خلاص بقى ليكويد. فتيجي تكتشف بقى بعد كده ان الصوره بقتش واضحه لقد ايه الجل خلاص راح. فالجل لازم يكون تقيل بالشكل ده عشان يفضل ثابت على مكان الجلد اللي انت هتحطه فيه. وطبعا لما بتخلص خالص بقى الاكزامينشن بتمسحه طبعا، بتنظف مكان الجلد، مكان الجل ده. الجل ده طبعا ما بيكونش فيه اي ايونز خالص طبعا نهائيا، ما فيش اي املاح فيه، احنا عايزينه يكون صافي ميه علشان ما ياثرش خالص على الالترا ساوند، لان احنا هنعرف دلوقتي هو بيشتغل ازاي الجهاز، ان هو بيبعت موجات صوتيه وبيعتمد على الرد اللي هيرجع له من الاستراكشرز. فلو في جزء، لو في ايونز في الجل ده هتبقى هترد ساوند ويفز، وهتاثر برده على الصوره. ما فيهوش الكحول، واهم حاجه ان يكون ما فيهوش اير بابلز خالص، هو قوامه بالشكل ده علشان ما يكونش جواه اي فقاعيه هواء خالص، ما فيش اير بابلز نهائيا، ما فيش ولا فقاعه هواء خالص في اي جزء من الجل ده، عشان لو فيه بكده ما عملناش حاجه. احنا قلنا احنا اصلا بنستخدم الجل عشان نمنع ان يبقى فيه هواء بين البروب وبين السكن، تمام؟ ده بس فكره الجل. عندنا دلوقتي بقى الجهاز بيشتغل ازاي؟ الجهاز زي ما قلنا هنجيب الجهاز هنحط عليه الجل ونفرك مكان الجلد، فنفترض مثلا في الابدومن وحطينا الجهاز وشغلناه. الطاقه الكهربائيه هتمشي بالسلك في الجهاز كله وتوصل لحد الكريستاله وتخليها تعمل فايبريشنز. الفايبريشنز دي هتطلع لنا ساوند ويفز. الساوند ويفز دي هتعدي من السكين وتوصل بقى لحد الاستراكشرز اللي جوه، ايا كان بقى انا بحاول بقى اشوف ايه، اشوف مثلا ليفر او اشوف كيدني ايا كان. فالويفز ماشيه بالشكل ده واخده نفس الشكل الكونفكس بتاع البروب اللي هو ده، تمام؟ وصلت لحد اوبجكت، فنفترض اورجن موجود ده في منطقه الابدون. دلوقتي الاورجن ده انا مستني ان الصوت هيوصل له فيرد عليا انا الصوت ده، زي كده لما تركي التحيه على حد وحد يردها لك، نفس الكلام برضو. البروب بعت ساوند ويفز للاوبجكت ومستني هيرجع له ايه بقى منها، ايه الساوند ويفز اللي هتترد له تاني، اللي هي بالنقط الحمراء اللي هي بالشكل ده شايفينها دي بقى راجعه للجهاز، وهي دي اللي الجهاز هيلقطها. حتى بيبقى في الجهاز ده بيبقى فيه سنسور، هو السنسور ده هيلقط الساوند ويفز اللي هي راجعه للجهاز اللي هي اتردت له تاني، عشان ايه؟ دي اللي هتبين الصوره على الجهاز، تمام؟ وحتى هنعرف ان مش كل الاستراكشرز في الجسم مش كلها بترد الساوند ويفز دي بنفس القدرات، يعني في حاجات هترد الساوند ويفز بشكل عالي، في حاجات مش هترد حاجه خالص، تمام؟ فاحنا معتمدين على الساوند ويفز اللي راجعه على الجهاز، هي دي اللي هتبين عندنا الاستراكشر اللي موجوده عندنا على السكرين. طيب ده كده صوره عشوائيه لالترا ساوند، تمام؟ في الاول اصلا يعني هو ايه ده؟ كده كده مش مهم خالص الصوره دي، انا بس مجرد عايز بس ابين شويه استراكشرز. دي المفروض ان ده صوره لا ليفر، تمام؟ ده ليفر متاخد عندنا في ابدومين الالترا ساوند، تمام؟ وده حاجه اسمها ترانسفيرس سكشن.
ترانسفيرس سكشن ده برضه هشرحها بالتفصيل، بس اختصارا ده كاننا قطعنا الانسان بالعرض وبصينا على النص بتاعه، بصينا كاننا بصين من نص جسم الانسان بالظبط. فاحنا كده كاننا قاطعين يعني في الليفر قطعه بالعرض كده ترانسفيرس وبصينا عليها من فوق. فالبروب بيتحط، ادي البروب اهو بيتحط على الابدومين، بياخد قطعه ترانسفيرس كده، وبنشوف عندنا الشكل طالع بالمنظر ده، ان الويفز حتى واخده نفس الشكل الكونفكس ده، عشان كده الالترا ساوند بيبقى شكله واخد كيرف بالشكل اللي قدامنا ده. تمام، في اللي قدامنا ده ليفر. طب انا بوريك الصوره دي ليه؟ عشان انا عايز ابص على حاجه معينه. دلوقتي احنا بصين في الصوره شايفين ايه؟ شايفين يعني زي سبيكترم كولر من اللون الابيض لحد اللون الاسود، من اول اللون الابيض الفاتح لحد الاسود، وبقى الدرجات اللي بينهم بقى يعني ابيض بقى يكون بهتان شويه، حاجه اشبه باللون الفضي. السبيكترم من ابيض لاسود ده اللي هو بتاعنا. عندنا ستراكشرز هتكون حاجه اسمها هايبر اكويك، تمام؟ يعني هتكون بهذا الشكل، ان هي هتكون هايبر اكويك على السبيكترم هنا. هايبر اكويك هتكون باين لونها باين ان هي ابيض جدا ناصعه البياض يعني. دي حاجات بتكون مور ايكوجينيك من الحاجات اللي هي حواليها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا قلنا الجهاز هيبعت ساوند ويفز، هيبعت موجات صوتيه. الانسان في العادي لو مثلا قاعد في اوضه مغلقه هو سامع صوته بسبب حاجتين، بسبب ان هو الصوت خارج من بقه طبعا، ده رقم واحد اساسي، وبسبب ان الصوت عنده هيرد مثلا في الحيطه اللي هو قاعد قريب منها وهيرد تاني فيسمعه في ودنه. فارتداد الصوت ده بيبقى مهم جدا. مش كل حاجه هتقدر ترجع الساوند ويفز دي بنفس القوه. اكتر حاجه هتقدر ترجع الساوند ويفز بفعاليه عاليه جدا هتكون الحاجات السوليد، الحاجات اللي هي فيها نسبه فلويد او ووتر قليله جدا، الحاجات الناشفه، تمام؟ زي مثلا البونز. البونز لو اتعمل لها سونار هترجع لون ابيض جدا، لان هي طبعا البونز اكيد فيها نسبه ووتر زي اي حاجه في الدنيا، بس الفكره ان البونز فيها نسبه ووتر قليله جدا، فبالتالي هي حاجه سوليد، فهتستقبل الساوند ويفز وترجعها تاني للجهاز، تمام؟ كأن مثلا يعني حد بيحاول يخبط على حاجه سوليد، يعني مثلا بتخبط مثلا على ترابيزه او حاجه، فهتلاقي الـ يعني الصوت اللي طالع منها صوت رنان، يعني مثلا بالشكل ده انا كده خبطت على الترابيزه اللي عندي، يعني ده نفس الفكره برضه. ففي صوت طالع ان انت بتخبط على حاجه سوليد، فهي الصوت بيطلع منها برضه ان هو في ويف لانس عالي طالع منها. في درجه بقى يعني بعد الهايبر اكويك اقل شويه، تمام؟ حاجه اسمها هايبو اكويك، يعني احنا مالناش دعوه بايزو اكويك، مالناش دعوه، احنا عندنا في الكتاب هايبر وهايبو وانكويك، اللي هي الهايبو اكويك اللي بالشكل ده. دي تفرق ايه بقى عن الهايبر اكويك؟ والله الهايبر اكويك كان لونها ابيض فاتح، ودي لونها بقى اغمق شويه، يعني لسه بيبس لونها اسود، يعني اسود فحمه يعني، بس هي لسه برضو بقت اغمق طبعا من الهايبر اكويك. ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا ان الاستراكشر اللي هو بيرد الساوند ويفز ده كل ما نسبه الفلويد تزيد فيه، كل ما نسبه الووتر تزيد فيه، كل ما الساوند ويف اللي هيبعته للجهاز هيكون اقل، تمام؟ لان الفلويد ميديوم بيمتص الصوت شويه، يعني مثلا لو في واحد جايب مثلا فلنفترض جهاز مثلا بيصفر على حاجه وماسكه في ايده في الهواء كده هيكون سامع صوته واضح، لو جه حطه تحت مثلا ميه هيلاقي صوته يعني اتكتم شويه، بقى اضعف بكتير من الاول. نفس الفكره برضو ستراكشر طيب زي ايه؟ يعني مثلا ممكن حاجه فيها ووتر كونتنت عالي، هاي ووتر كونتنت، زي مثلا ان انا عملت سونار على الليمف نودز او على تيومرز، الحاجات دي هتكون فيها فلويد طبعا اعلى من البون بكتير، فبالتالي هترد ساوند ويفز بكميه اقل، فهيكون لونها اغمق شويه. في بقى اعلى مستوى اللي هو الانيكويك، اللي هو تقريبا ما بعتش ايكوز خالص، ما بعتش صدى صوت نهائيا، ما ردش ولا ساوند ويف من وصلتش نهائي خالص. زي ايه؟ زي الحاجات اللي هي معموله زي الحاجه اللي تكون مليانه فلويد، حاجه مليانه ووتر، تمام؟ زي كده الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد ده عباره عن سائل موجود في اليوترس، فبالتالي ده طبعا محوط الفيتس، فبالتالي ده طبعا هيكون 100% فلويد لونه اسود متفحم، تمام؟ لان ده عباره عن فلويد بس، فهيجي يبعت له ساوند ويفز مش هيرد بحاجه خالص نهائيا. اللهم الا بقى لو في شويه سيلز بسيطه جدا في الفلويد ده ممكن تنقط لنا الخلفيه الصوتيه بشويه نقط بيضاء خفيفه كده او نقط افتح شويه، لان حتى السيلز هتكون بترد ايه الساوند ويفز، بس على الاغلب يعني ان هيكون انيكويك، ان هيكون لون اسود خالص بالشكل ده. طيب مهم جدا بقى نعرف بعد ما عرفنا الشكل بيبقى عامل ازاي، ان احنا كده عندنا الاستراكشر حتى في الليفر في عندنا اجزاء لونها اسود زي ما احنا شايفين كده، معنى كده ان دي حاجات انيكويك، ان هي طبعا لونها غامق، فبالتالي ممكن تكون ده تجمع فلويد او بلاد او ايا كان. عندنا طبعا صغن فاتح شويه، ده ايه ده؟ ده يعني ده الممبرين مغطي الليفر، فبالتالي طبعا لونه افتح شويه.
من الاستراكشر اللي حواليها. وتشوف بتاع الليفر برضو لونه اغمق شويه يعني يعتبر ممكن يبقى يتصنف على انه يعني شبه هايبوكويك شويه من اللي حواليه يعني، بس برضو مازال لونه فاتح. فاحنا كده شايفين الانتربريتيشن بتاع درجات اللون عامل ازاي، طبعا من الافتح للاغمق على حسب ايه كميه الووتر كونتنت قد ايه. فبالتالي كل ما كانت كل ما كان الووتر كونتنت اقل، كل ما كان اللون افتح، كل ما كانت اغمق، كل ما كان الووتر كونتنت بقى اعلى. تمام. فاحنا بعد كده بقى عندنا مهم جدا بقى البلينز. احنا على حسب ما هنمسك الجهاز على حسب مصوره هتختلف جدا. نسيبنا خالص تماما من الكورونال بلين، تمام، مالناش دعوه بيها خالص. احنا اللي يهمنا الاثنين دول، ساجيتال بلين وترانسفيرس بلين. ساجيتال بلين يبقى كاننا قطعنا الانسان بالطول من الميد لاين كده، تمام، ماشيين عليه بالطول بهذا الشكل، وهنبقى ايه بصينا عليه من الجنب، بصينا عليه من الجنب. هيبقى ماسكين البروب ازاي؟ هيبقى ماسكين البروب بالطول. يعني انا قلت ان هي لو ممسوكه بالعرض هتكون عامله شكل تي كده، تمام، كونفكس تران شويه. لا، وقتها هنمسكها ايه بالطول، فهتبقى عباره عن يعني زي كده ريكتانجولر ستراكشر كده في ايدينا. احنا ماسكينها ادي الهاندل هتكون ممسوكه من النص كده، وهيكون احنا ماسكين الجهاز بالطول عشان ياخد الكات سيكشن ده يكون في الساجيتال بلين، تمام، او لونجيتيودنال سيكشن. ترانسفيرس بلين بقى الشبه اللي احنا شفناه في الليفر ده، يبقى كده ممسوك بالشكل ده، احنا ماسكين الجهاز بيربنديكولر على اللونجيتيودنال اكسس، يعني ماسكين الجهاز بهذا الشكل ان هو بيربنديكولر بالشكل ده. ده كده هياخد ترانسفيرس كات، هيبقى كاننا قاطعين الانسان لابر هاف ولور هاف وباصين عليه من فوق، تمام. ده بس باختصار ايه البلين شكلها عامل ازاي. ده تاني التكرار نفس الكلام، الساجيتال او اللونجيتيودنال بلين، الجهاز زي ما انتم شايفين اهو ممسوك على الابدويد اهو لونجيتيودنال، انا ماسكه بالطول، ماسكه بالطول، تمام، فهياخد الكات سيكشن برضو بالطول نفس الفكره. هنا عندنا نفس الكلام، هو برضو عامل ساجيتال سيكشن او لونجيتيودنال، ماسك الجهاز بالطول عندنا بالشكل ده، بس الفارق هنا ان الجهاز هنا هو حاطه على ظهر البيشنت، يعني دي حاله بيشوف فيها السكر البرتبري، عايز يبص يشوف لو في رنيشن او حاجه يعني، عشان كده احنا شايفين الشكل المتلون اللي قدامنا ده يعني يعتبر السباين بتاعه. فالمهم ان هو ماسكه بالطول بالشكل ده، عشان كده هو ايه واخد يعتبر كات سيكشن. احنا كده شايفين كاننا شايفين السباين من الجنب، يعني كاننا قاطعينه بالطول نصين وبصين عليه من الجنب، تمام. هي دي بس الفكره بتاعته كلها بالشكل ده. بالنسبه بقى للشكل في الاورجنز عندنا هيبقى عامل ازاي، احنا دلوقتي ده صوره، ده كده صوره الانسان كاننا قاطعينه بالطول وبصين عليه من الجنب، تمام، حتى هو نايم ورا ظهره، وشايفين احنا بقى الاستومك وشايفين الكيدني وشايفين الانتستين، شايفين الكلام ده كله. أنا الالترا ساوند اللي هي اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي تعتبر كيدني، تمام، دي بالتحديد تعتبر ليفت كيدني، تمام، عشان بس ايه ما يبقاش في استغراب او حاجه، انا بس بحاول اشرح الالترا ساوند ده بيشتغل ازاي وشكله عامل ازاي. فهنجيب البروب، وكويس ان هي اصلا الصوره بالشكل ده، احنا ماسكينها كده تعتبر هي لونجيتيودنال على نفس الجسم، تمام، فانا هاخد بيها سيتر سيكشن، فانا هحطها بالشكل ده على الابدون. انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب الكيدني. فحبان لي صوره عامله ازاي؟ حبان لي صوره عامله بالشكل ده، تمام؟ الصوره بالشكل ده، واللييرز بنفس الترتيب بتاعها، يعني انا لو طلعت البروب فوق شويه كده اللييرز بنفس الترتيب اللي هي بتاعت الصوره اللي وراها. يعني ايه؟ يعني اصلا احنا بنبص لفوق ده اللي هو اللي بيكون الاستراكشر اللي فوق خالص ده، ده بيكون السكين، تمام؟ احنا ده الانتيريور بارت بتاع الابدومن، ده السكين، احنا باصين من فوق لتحت، ترتيب ان احنا بنبص من فوق لتحت. السكين بعد كده بقى بنخش بقى على الماسلز، بنخش بقى على الفات والكلام ده كله، ونفضل بقى نازلين لتحت لحد ما نوصلوا للكيدني خالص اللي هي بالشكل ده، تمام؟ فاحنا كده واخدين كات سكشن لونجيتيودنال وبصينا عليها من الجنب، عشان كده احنا شايفين فيها الفراغات اللي بالشكل ده، تمام؟ فده شكل الكيدني لما يتاخد ساجيتال سكشن. وطبعا تحت ده بيكون ايه؟ ده بيكون الناحيه الثانيه للبني ادم اللي هو طبعا ايه السباين بتاعه والظهر. فاحنا من انتيريور لبستيريور، من فوق لتحت. في حالات، في بعض الحالات يعني، والكلام ده اعتقد يتقال في الراوند ده عند معظمنا، ان دكاتره النساء عشان يريحوا دماغهم شويه يعني، وعشان الموضوع يبقى اسهل، لما يلاقوا التر ساوند بالشكل ده، هو طبعا هو بيبقى بان ان هو بيبقى مقلوب بالشكل ده، اللي فوق انتيريور واللي تحت ايه بوستيريور، بيريحوا نفسهم خالص ويعملوا حاجه حلوه جدا يعني. بص هو بيعملوا ازاي؟ هوبا قلبوها. انت بتقول ايه؟ ازاي يعني؟ كل اللي عملوه ان هم بس قلبوا الالترا سونوجرافي دي، بحس ان هم يبقى شايفين الاستراكشر من تحت لفوق، ان يبقى ده الانتيريور تحت، وبعد كده احنا ماشيين فيبقى الاستراكشر في الاخر خالص احنا عايزين نشوفه، وبعد كده الظهر الباك، تمام. بس هي طبعا يعني ايه نفس الفكره يعني، اعتقد ده اسوء الظروف لو حد مش مرتاح في الصوره المقربه دي، يعني ايه هيقلب راسه 180 درجه ويحاول يبص يشوف يعني ايه اللي تحت وايه اللي فوق. بس زي ما انا قلت، هو الاساسيات ان اللي فوق خالص ده بيكون الانتيريور ابدومينال وول،
اللي تحت خالص ده، ده بيكون البوستيرير وول، وبينهما الاستراكشر بالترتيب من قدام لورا. تمام، ده كده عندنا ده السجيتال. طيب بعد كده بقى عندنا الترانسفيرس، احنا عايزين ناخد كات سكشن بالعرض، فهو ماسك عندنا هنا البروب ماسكه ثانيه خالص برده على ظهر البيشنت بالعرض، واحنا حتى شايفين قدامنا ايه ده، حتى شايفين عندنا فيرتبري، يعني ده كاننا كده قاطعين السباين وبصين عليه من فوق، فهو ماسكه بالعرض عشان ايه ياخد عندنا ترانسفيرس كات سكشن. حتى برضو عندنا صوره مشابهه، ده كده الانسان كده باصص يعني كده، ده الانتيريور ابدومينال وول، هنحط البروب اهو بالشكل ده، وهنشوف عندنا بالشكل ده ايه من فوق لتحت، زي ما قلنا اللي فوق ده عندنا ده السكين والانتيريور ابدومينال وول، تحت ده البوستيرير وول، وما بينهما الاستراكشر. فانا كده بقى دي برضو كيدني، تمام، دي هتكون برضو كيدني، فاحنا شايفين كده كاننا قطعناها ترانسفيرس، وبصينا على الجزء اللي احنا قطعناه من فوق، فاحنا شايفين الكيدني استراكشر مقطوع من فوق. تمام، مهم جدا عندنا في الترانسفيرس سكشن وفي اللونجيتيودنال او السيجيتال سكشن نبقى عارفين احنا بنتحركوا ازاي. تمام، انا هرجع تاني للسيجيتال سكشن عشان نوريكم بس الحركه ماشيه بشكل عامل ازاي عشان ايه ما نتلخبطوش. دلوقتي معظم الدكاتره بيشتغلوا في الالترا ساوند بيكونوا بيحركوا البروب من غير اصلا ما يكونوا واخدين بالهم هم بيتحركوا فين، لانهم مركزين على الشاشه، ولانهم طبعا عندهم خبره عاليه هم عارفين طبعا لو راحوا يمين هيشوفوا كذا ولو راحوا شمال هيشوفوا كذا. لو احنا شغالين بالساجيتال سكشن احنا كده واخدين لونجيتيودنال، تمام، فمعنى ان انا اتحرك فمعنى يعني الشكل اللي احنا قدامنا ده كده، ده احنا قدامنا ده عندنا الانتيريور وول وده كده البوستيرير وول. تمام، واحنا شايفين كده من الجنب ده منظر الكيدني من الجنب. تمام، ف اللي ناحيه اليمين كده انا كده بنزل تحت، بنزل ناحيه الرجل ناحيه الفيت، لو انا بتحرك لو انا الجهاز كده بيتحرك ناحيه اليمين فمعنى كده ان انا بنزل لتحت ناحيه الفيت، يعني انا بتحرك بالشكل ده كده، بتحرك بالشكل ده كده. تمام، لان احنا هنا اهو واخدين كات سكشن يعتبر ساجيتال، فعلشان انا اتحرك ناحيه اليمين عشان اشوف اللي بعد الكيدني في الترتيب اللي تحتها يعني، فانا بتحرك ناحيه الفيت ناحيه الرجل. تمام، طيب الناحيه الثانيه بقى بديهيا عباره عن ايه؟ الناحيه الثانيه اللي هي كده دي اكيد طبعا انا كده بتحرك لفوق، بتحرك ناحيه الراس. تمام، اتحرك بالشكل ده ان انا كده بحرك البروب ناحيه الراس كده. تمام، ده كده الاتجاهات في الساجيتال سكشن. طيب بالنسبه بقى للاتجاهات في الترانسفيرس سكشن هيبقى الوضع عندنا عامل ازاي؟ احنا قلنا ان احنا هنا عندنا اخذنا خلاص قاعد سكشن ترانسفيرس، بصينا على دي قلنا دي تعتبر اللفت كيدني من فوق، ده الانتري ابدومينال وول وده البوستيرير وول. طيب احنا بقى عندنا الكلام هنا في الترانسفيرس بلين معكوس، يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي شايفين الصوره قدامنا في يعني ده يمين الصوره وده شمال الصوره، هنعكس بقى الاتجاهات دي عشان نعرف احنا بنبص فين. ده كده يبقى اللفت بتاع البيشنت وده كده يبقى الرايت بتاع البيشنت على عكس الصوره نهائيا. تمام، لان احنا كده كاننا واخدين كات سكشن وبصينا على العيان من فوق، فالاتجاهات هنا عندنا هي معكوسه. تمام، ده كده كان بالنسبه للترانسفيرس بلين. طيب نكمل، عندنا هنا في انواع معينه من البروبس، يعني احنا كل بروب له شكل وكل شكل ده هيطلع منه الويف لينث بشكل معين، ان هو واخد شكل الهيد بتاع البروب، يعني طبعا الهيد اللي هو العريض ده اللي واخد شكل الكونفكس ده هيطلع منه الريز بالشكل اللي احنا قدامنا ده، شكل الكونفكس كده. تمام، وبيس واسعه لان اصلا البيس بتاعت البروب نفسها واسعه، على عكس ده مثلا ده يكاد يكون مطابق للشكل بتاع الترانسفاجينال بروب، فهيبقى الهيد بتاعه اللي هي الحته اللي بيطلع منها الفايبريشنز نفسها ضيقه، فالحته عندنا هنا اللي هي عند بدايه خالص ايه الالترا ساوند دي هتكون ضيقه برضه نسبيا. تمام، اللي في النص ده نوع برضه مختلف شويه بس هو مش علينا، ده هيدي كده شكل ريكتانجولر، ده لينير، ده حاجه ثانيه خالص غير اللي هناخده. طيب ازاي بقى نفرق بين الترانس فاجينال وبين الابدومينال؟ مبدئيا كده الترانس فاجينال فيه ميزه عاليه جدا ان هو بيدي ديتيلز وبيدي تفاصيل اكتر بكتير جدا من الابدومينال، ولذلك احنا بنستخدمه في معظم حالات ال جاينيكولوجي والاوبستريكس، لان احنا عايزين نشوف تفاصيل اليوترس، عايزين نشوف تفاصيل الفاجينا، تفاصيل السيرفكس، الحاجات دي مش حابين من التفصيل قوي. خلينا مثلا نتفق في الاول ان احنا هنا عندنا بروب موجود عندنا هنا في المكان هنا وعندنا بروب في المكان هنا. تمام، ايه التغيرات اللي احنا بنلاحظها بين الاثنين دول؟ في الاول المسافه طبعا بين هنا وهنا وبين هنا وهنا. تمام، يبقى احنا ملاحظين ان في وسع زياده بين الاثنين. هنبص على تاني حاجه، هنبص على ايه ده، احنا كده واخدين ساجيتال سكشن، عرفنا منين ان احنا نو ساجيتال سكشن؟
احنا هنا شايفين الاستراكشر بالعرض، اللي احنا ماشيين عليه ده ده الفاجينا، واللي في الاخر ده اليوترس، تمام؟ ده اللايننج بتاعه اهو، كاننا واخدين كاننا قاسمين الست بالطول نصين، نص يمين ونص شمال، واحنا باصين على نص من الاثنين دول من الجنب. فاحنا شايفين الاستراكشرز من الجنب، حتى اليوترس قدامه ايه؟ قدامه حاجه طبعا باينه ان هي اناكويك، لانها مليانه فلويد، ده اليورينري بلادر. ومعلومه كده على الهامش، لو احنا هنطلب من واحد ست ان هي تعمل ابدومينال الترا ساوند، هنطلب منها ان هي تكون عامله احتباس للبول، ان هي تكون ما دخلتش الحمام فتره كبيره، عشان البدر بتاعها هيبقى مليان يورين، فبالتالي يزق عند اليوترس بالشكل ده، لانه كده كده اليوترس ريستنج على اليورينري بلادر، فلما البدر يتملى يورين هيرفع اليوترس لفوق زي ما احنا عندنا بالشكل ده هنا، عشان نعرف نشوفه بشكل واضح يعني. على العكس بقى في الفاجينر الترانس فاجينر اللي هو ده، هنطلب من الست ان هي طبعا تكون دخلت الحمام كويس وعملت فويدنج لليورين، بحيث ان هي يكون عندها بدل يكون امتي بقدر الامكان، عشان تبقى الصوره عندنا واضحه. ده بس كده معلومه عن كمان. فاحنا شايفين عندنا البدل مليان بالشكل ده، فرافع اليوترس ده لفوق، واحنا شايفينه كده ده ساجيتال سكشن، تمام؟ احنا شايفين الاستراكشر من بعيد، شايفين مثلا ده فاجينا، شايفين ده يوترس، شايفين ده بلادر، بس هل احنا شايفين بقى تفاصيل؟ يعني هل احنا مثلا شايفين ده اندومتريوم، ده الكافيتي، ده السيرفكس؟ احنا مش شايفين الكلام ده خالص، ولذلك احنا بنلجا بقى وقتها الى الترانس فاجينا اللي هو ده. طبعا احنا برضو عندنا نفس الشكل ده، عندنا ده اليوترس، ده كده الاوت لاين بتاع اليوترس، بس عندنا تفاصيل كتيره جدا. عندنا الجزء ده اللي هو السيرفكس، عندنا باين ان ده الاندومتريوم، وعندنا ده الفندس الجزء العلوي بتاع اليوترس، وكمان الخط الرفيع الابيض ده اللي انا علمت عليه ده يعتبر ده الكافيتي، تمام؟ فاحنا شفنا تفاصيل كتير جدا ما شفناهاش في الابدومينال، شفنا الشكل بالتفاصيل عامل ازاي بالاجزاء بتاعته، وشفنا كمان اللايرز بتاعتها عامل ازاي، ودي هتفرق معانا جدا طبعا في الاسسمنت بتاع البريجنسي، وغير كده كمان برضو احنا عايزين نشوف اليوترس اذا كان ايه التغيرات اللي بتحصل فيه اثناء المنستر سايكل بقى، اندوميتريوم والبروليفريشن والكلام ده كله، بيفرق معانا جدا ايه الترانس فاجينال في الحاجات دي كلها. فالترانس فاجينال بيورينا تفاصيل اكتر، بيورينا اللايرز بوضوح بشكل اعلى بكتير اكتر من ايه الابدومينال. ده بس كان الفرق بين ده وبين ده. طيب ايه الصوره اللي قدامنا اللي هي موجوده قدامنا بالشكل الغريب ده؟ ده يعتبر عشان بس كده ما نبقاش حارمين حد من حاجه خالص يعني. احنا قلنا ان ده عندنا ده ساجيتال سيكشن، تمام؟ احنا واخدين زي ما قلنا قطع بالطول لونجيتيودنال. طب شكل بقى اليوترس يبقى شكله عامل ازاي لو اتخذ ترانسفيرس؟ يعني احنا قطعناه بالعرض وبصينا عليه من فوق، هيبقى بالشكل ده، تمام؟ هيبقى متحور بالشكل ده، ادي اهو ترانسفيرس سكشن، هو ده اليوترس، واللي في النص ده الفتحه بتاعته الاوبننج والسيرفكس والكلام ده كله. فالموضوع عامل يعني كاننا بصينا على بطيخه مثلا قطعناها بالعرض وبصينا عليه من فوق، فهي نفس الفكره برضه. اليوترس قطعناه ترانسفيرس وبصينا على ايه السيرفكس بتاعه من فوق، فده بس صوره للترانسفيرس سكشن، تمام؟ طيب نبدا بقى بسم الله اخيرا بقى بعد ما ادينا شويه اساسيات في الجهاز، نبدا بالكلام اللي في الكتاب. طبعا الالتراسونوجرافي بيستخدم بشكل كبير جدا في تقييم الجراف، هنشوف ازاي في الفيرست وفي السكند وفي الثيرد ترايمستر بنقيم الفيتوس ازاي بشكل وكرايتيريا معينه باستخدام الالتراسونوجرافي. وطبعا الاناتومي طبعا اذا كان لو في اي انوميليز او في اي مشاكل في الدفرنشيشن كلها طبعا بيبان عندنا في بالالتراساوند. ايه الفيزكس الاساسيه؟ ان الالتراساوند ده بيكون جهاز، احنا طبعا طول ما احنا مشغلين الجهاز احنا مش سامعين اي حاجه خارجه منه. ليه؟ لان الويف لينث بتاعه اعلى بكتير جدا من الحاجات اللي احنا ممكن نسمعها كبني ادمين. احنا كبني ادمين اخرنا ان احنا نسمع ويف لينث معين من 20 ل 20000 سايكلز بير سكند او هرتز. امال بقى التاني بيشتغل على ايه؟ الاوبستاتريكس بيشتغل من 3 ل 5 ميجا هرتز، ده بالنسبه للابدومينال ترانسيوس اللي هو الابدومينال الترا ساوند اللي شفناه. اما بقى اللي هو الترانس فاجينال ده بيشتغل ب 5 ل 7 ميجا هرتز. طب ايه الفرق هنا؟ يعني ده هرتز وده ميجا هرتز. الميجا هرتز الواحده بتساوي مليون هرتز، يعني اللي مثلا الترانس فاجينال ال 5 ل 7 ميجا هرتز ده لو حولناه بوحده الهرتز اللي الانسان بيسمعها هيساوي 5 مليون ل 7 مليون هرتز، الانسان اخره 20000، فطبعا الفراغ مهول طبعا بين ده وبين ده، عشان كده الجهاز بيشتغل واحنا مش سامعين منه حاجه. طبعا سرعه الصوت بتكون عاليه جدا لما بتعدي في الجسم، بتعدي بسرعه 1540 متر في الثانيه الواحده، طبعا سرعه كبيره جدا اساسا يعني، بس ده طبعا اساسا ان احنا بنتكلم على سرعه الصوت. الالترا ساوند قلنا بيشتغل ازاي؟ فايبريشن او حاجه اسمها سينثاتيك بيزو الكتريك كريستال، احنا قلناها برده الكريستاليه بتتهز دي بسبب ان هي ايه؟ في الكتريك كار وصلها، في تيار كهربائي وصلها بترانسديوسر، وده بيحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه ميكانيكال انرجي الالترا ساوند، والعكس ان هو بيستوي بعد كده
بالسنسور اللي موجود في الجهاز بيستقبل الساوند ويفز اللي راجعه له من الاستراكشرز اللي موجوده بقى في جسم الانسان بمختلف انواعها. الفريكوينس زي ما قلنا اللي هي في الابدومينال من 3 ل 5 ميجا هرتز، والترانسفيرس بينه بيكون اوضح فبيستخدم هرتز اعلى بيكون 5 ل 7 ميجا هرتز. وادي الصوره برضو عندنا بالشكل اللي ادي البروب طالع منه الساوند ويفز اللي هي بالشكل ده تمام، وصلت للسكين دخلت جوه الجسم ومستني منها بقى ان هي ترجع له تاني عشان يلقطها ويوريها على السكرين بقى باشكالها المختلفه. طيب لما احنا نزود الفريكوينسي من 3 من 3 ل 5 يبقى بدل كده يبقى ل 5 ل 7، ده هيعمل لنا حاجتين تمام، هيحسن الايمج ريزوليوشن وعشان كده الترانسفيرس ساينر بيبقى الهرتز بتاعه اعلى، الجهاز اعلى لان هي عشان احنا عايزين نبين تفاصيل اكتر الاندوميتريوم بقى واجزاء اليوترس والكلام ده كله. والحاجه الثانيه ان هو هيحصل له رابيد ويف اتينويشن. يعني ايه الكلام ده؟ في الاول خالص لما يبقى في هاي فريكوينسيز يعني احنا بعتين فريكوينس قويه جدا وعاليه جدا من البروب، الاستراكشرز اللي جوه الابدومين او جوه جسم الانسان عموما هتمتص الساوند ويفز دي بشكل اقوى تمام، فبالتالي الصوره عندها هتبقى اوضح بكتير. هي دي الفكره كلها، ليه الصوره بتبقى اوضح. لكن الرينج بتاعها مش بنفس قوه اللو فريكوينسي. يعني احنا مثلا لو احنا عايزين نشوف مثلا الترا ساوند لمسافه كبيره جدا في الابدومين هنستخدم بقى مفاجاه اللور فريكوينسيز، الفريكوينسيز القليله مش العاليه، اللي قليله بتخترق بشكل احسن بيبقى الرينج بتاعها اكبر، لكن لما الفريكوينسيز لما بنزودها بيبقى الجوده اعلى، بس في المقابل بقى بنخسر الرينج ده بيبقى معناها رينج ضعيف. ان لما بنكون مطلعين فريكوينسيز قويه جدا دي زي ما قلنا الاستراكشرز هتمتصها بشكل قوي جدا، فبالتالي مش هتسيب حاجه للاستراكشرز اللي بعدها في الترتيب يعني، فعشان كده الويف بيحصل لها اتنيويشن يعني بتضعف كل ما ايه كل ما تعدي استراكشرز اكتر واكتر، ان كل استراكشر بيمتص جزء من الساوند ويفز دي فبيقعد بقى يضعف كل ما يبعد اكتر واكتر، فالديبر استراكشرز مش هتبقى بروبرلي فيجواليزد خالص، تبقى باينه بشكل واضح. فاحنا لما نعوز بقى نبين ديبر استراكشرز هنبينها بايه بقى؟ باللور فريكونسيز تمام؟ في مصطلح اسمه ايكوجينيسيتي، او طبعا ان هو صدى الصوت يعني او ارتداد الصوت، ان هو قدره كل استراكشر ان هو لما توصل له ساوند ويفز ان هو يرجعها تاني. وده طبعا بيوضح عندنا مقدار الووتر كونتنت قد ايه في كل تشو موجود يعني. وزي ما قلنا في عندنا الهايبر اكويك اللي هو لونه برايت اللي هو بيكون اللي يكون الايكوجينيك اكتر من الحاجات اللي حواليه، المعنى كده ان هو عنده لو ووتر كونتنت ان هو حاجه هارد زي اللي في فيتال بونز. هايبو اكويك ان هو اغمق شويه لسه مش اسود بس اغمق يعني كتير من الهايبر اكويك، بمعنى كده ان في هاي ووتر كونتنت قلنا زي مثلا الليمف نودز او التيومرز. وانيكويك ان هو اسود فحم خالص يكاد يكون ما فيهوش حاجه غير فلويد او ووتر، ما فيهوش اكو نهائيا زي الامنيوتيك فلويد. ايه الانديكيشنز اوف الاوبستاتريك الترا ساوند؟ هنستخدمه في ايه؟ من ناحيه الفيتال انديكيشنز، ومن ناحيه اليوترو بلاسنتال انديكيشنز، ومن ناحيه الماترنال انديكيشنز. اول حاجه خالص عندنا ايه الفيتال انديكيشنز تمام؟ الفيتس هنشخص ان في بريجنسي، هنيجي نبص على اليوترس هنلاقي فيه امبلانتيشن، مبروك حضرتك حامل في ده كده بناكد البريجنسي. وممكن كمان طبعا هنعرف ان في ساينز معينه بنكتشفها في الفيرست تريمستر بتكون دي تعتبر كونفيرماتوري، يعني طالما شفناها 100% خلاص الست دي حامل. ممكن كمان نشخص مكان الحمل فين، اذا كان جوه اليوترس طبعا ده الطبيعي بتاعه، اذا كان بره اليوترس بشكل بقى ده كده ايكتوبيك بريجنسي، ان احنا نشوف المكان بتاع الامبلانتيشن فين، اذا كان مثلا موجود عندنا في مكان زي الفالوبيان تيوبس بره في الابدومين، ايا كان المكان الاكتوبيك فين. وعندنا مثلا مثال هنا الصوره عندنا هنا اهو، ده صوره لاكتوبيك بريجنسي او ده صوره لاثنين في نفس الوقت، لبريجنسي عادي نورمال في اليوترس تمام، وبريجنسي اب نورمال بره اليوترس. اللي موجود عندنا ده عندنا اهو، ده صوره برده لترانس فاجاين الترا ساوند. خلينا نراجع ونستخدم الكلام احنا قلناه في الاول خالص عشان نطبقه عشان نفهم ونثبت الكلام اكتر واكتر. البروب موجود عندنا هنا، ده ترانس فاجينال، عرفنا منين ان هو ضيق جدا بالشكل ده، وكمان الديتيلز عندنا بتاعت اليوترس باينه كلها بالشكل ده. ادي اليوترس اهو باين عندنا اهو تمام، ماشيين عليه بهذا الشكل اهو تمام، اهو ماشيين عليه كله. ده عندنا ده الكافيتي وباين فيها طبعا ان فيه امبلانتيشن بهذا الشكل، ده كده انتر يوتراين جستيشن، ده حمل طبيعي ما فيهوش اي مشكله خالص. هنيجي نبص بقى جنب منه، ايه ده بقى بالظبط؟ ده برضه حمل برضه بس اكتوبيك بره اليوترس، ده اكتوبيك جستيشن. فاحنا باستخدام الالترا ساوند اهو قدرنا نشخص ان في بريجنسي مكانها مش طبيعي. بنقدر نستخدم ايه برضه في الالترا ساوند؟ بنقدر نعمل ديتنج للجستيشن ايج، هنعرف ازاي برضه ممكن نحدد عمر الفيلس ده قد ايه، طبعا من الديفرنسيشن المختلف، ده دلوقتي لسه صغير ده كبر اكتر، هنعرف كل الاساس اللي احنا بنستخدمها عشان نقيم الايج عامل ازاي.
طبعا المالتيبل بريجنسي نفس فكره برضو اللي هي الكتاب دي. ما احنا كده شخص ان احنا في ده حاملين سواء يعني نسينا فكره ان هو حمل ده حمل كويس وحمل اكتوبك هيعمل لنا مشاكل، بس ده كده يعتبر مالتيبل بريجنسي. احنا مش بس نشخص ان في حمل واحد، لو في اكتر من حمل هيبان كمان عندنا في الالترا ساوند. عشان نكونفيرم الكاردياك اكتيفيتي والفيتال فيابيليتي ازاي؟ احنا قلنا دلوقتي ان الالترا ساوند ده حاجه لايف، احنا حاطين البروب وشايفين كل حاجه بتتحرك جوه جسم الانسان في نفس الوقت اللي بيحصل فيه الكلام ده. فاحنا ممكن نشخص الفيتال فيابيليتي ان هو يكون عايش سعاده كويسه عن طريق ان احنا بنبص على الكاردياك اكتيفيتي، نشوف النبض عامل ازاي. ده فيديو عندنا هيوضح الشكل ده بالظبط، تمام؟ ده هو محطوط اهو البروب محطوطه بالشكل ده. ده عباره عن ايه؟ محطوطه على الابدومين، ده ابدومينال، ها ابدومينال الترا ساوند، ومحطوط بشكل ان هو يكون ايه؟ ان هو يكون ترانسفيرس. يعني الصوره اللي قدامنا هنا بالشكل ده، ده عباره عن الترانسفيرس، ده الهارت الترانسفيرس بتاع الفيتس، تمام؟ هنشوف بقى هيتحرك ازاي بعد ما علمنا عليه بالشكل ده. اهو بصوا القلب بينبض ازاي، هو كده بيقيم حركه الهارت، بيشوف طبعا الهارت ريت، بيشوف الهارت ذات نفسه واذا كان الحركه بتاعته طبيعيه ولا لا، بيشخص طبعا اذا كان هو بيتحرك اساسا ولا لا، لان الهارت ميتس مهمه جدا ان هي تحصل عند عمر معين. فهو كده بيقيم الكارديك اكتيفيتي باستخدام الابدومينال الترا ساوند، وحاط زي ما قلنا ترانسفيرس، تمام؟ حتى شايفين هو قاعد بينبض وبيتحرك كويس جدا ما شاء الله. عشان نعمل ديتكشن كمان لاي انومالي سواء ستراكشرال او كروموزومال، طبعا لو في اي تشوهات في اثناء ما هو بيتكون برضه هيبقى باين على اي، طبعا لو في اي مشكله ديفرنشيشن او ريبريشن هتبان عندنا برضه في الالترا ساوند. عشان نعمل اسسمنت اوف الجراف هنشوف حجم الفيتس نفسه عامل ازاي، هل بيزيد مع الوقت مع كل اسبوع مثلا بيزيد، ولا في حاجه اسمها انتر يوتراين جراف ريستريكشن، دي ليها درس مخصوص قدام هناخده بعد كده باذن الله. ان هو عباره عن ان هو يكون الفيتس ان هو الويت بتاعه الاستيميتد ويت يكون اقل من التانث برسنتايل، ان هو يكون يعني اقل قليل جدا يعني على الطبيعي بتاعه. نعمل اسسمنت الويل بينج بحاجه اسمها البايوفيزيكال بروفايل. عباره عن ايه البايوفيزيكال بروفايل؟ هنشوفها في اخر ورقه خالص من الدرس معانا النهارده باذن الله، بس اختصار احنا بنشوف حاجات مثلا زي الفيتال موفمنت، نشوف بيتحرك ولا لا، التون بتاعت الفيتس يعني هو الحركه بتاعته وهي حركه بمعنى كده ان هو يعني عنده صحه كويسه ولا حركه مرخيه كده ما بترجعش تاني. يعني بنشوف البريثنج اذا كان بيتنفس والمعدل بتاع التنفس بتاعه عامل ازاي. هو ده البايوفيزيكال بروفايل هاخده بالتفصيل ان شاء الله في اخر ورقه، تمام؟ هنشخص كمان حاجه اسمها البرزنتيشن اللي هو ايه الجزء اللي موجود عند البلفيك اندلت اللي هو اول جزء هينزل بعد كده هيتولد منه التشايلد ده، هل هيكون بريتش اللي هي الباتوكس ولا هتكون الفيس ان هو نازل براسه، تمام؟ هيبين لنا طبعا البوزيشن بتاعته عامله ازاي. وممكن طبعا بنستخدمه لاي حاجه انفيسيف او غير انفيسيف، يعني بيكون محتاجين احنا نخش عند الفيتس، فبالتالي احنا محتاجين حاجه تبقى تشتغل معانا كدليل تعرفنا احنا داخلين صح ولا لا. زي مثلا امنيوسنتيز لما كنا بناخد عينه من انوتيك فلويد، عايزين برضو عشان هنخش الابره خايفين طبعا نعمل انجري للفيتس، فعايزين ايه نشوف احنا داخلين فين. فبنبص بالالترا ساوند اذا كنا طبعا عند مكان الساك ولا لا، ومكان طبعا يكون فاضي فيه فلويد بس، فنخش بالابره وناخد العينه. الكورين فينس سامبلنج لما كنا بناخد عينه من الكورينيك فولاي. الكوردوزنتيز لما كنا بناخد عينه من الدم الموجود في الامريكال كورد. الفيتوسكوبي شكلها عامل ازاي؟ الفيتوسكوبي ده شكلها اللي هو ده، احنا حاطين الترا ساوند بروب اهو على الابدومين علشان طبعا نشوف احنا داخلين فين، وداخلين اهو بالفيتوسكوبي داخلين بالمنظار عشان نشوف بس المنظر جوه عامل ازاي. ده عباره عن منظار عادي جدا بس انفيسيف، تمام؟ فمحتاجين طبعا نكون شايفين احنا داخلين فين. وطبعا انتر يوتراين فيتال ثيرابي لو في اي عمليات او اي علاج هنعمله في اثناء طبعا الحاله اللي هي الحاله انتر يوتراين، يعني برضه هنكون داخلين باشراف وبارشاد الالترا ساوند. ده كده بالنسبه للفيتال انديكيشن. في عندنا يوتيرو بلاسنتال انديكيشن بالنسبه بقى لليوترس والبلاسنتا، ان احنا نقيم عدد البلاسنتا اللي عندنا الكوريوسيتي ان مالتيبل بريجنسي، يعني يكون عندنا اكتر من بلاسنتا لو عندنا اكتر من حمل، تمام؟ بنقيم عددهم برضه ونشوف ان في حالات طبعا بيبقى فيها هنشوف حاجه اسمها ان في توين يبقى عندهم بلاسنتا واحده، في توينز دول يكون كل واحد فيهم عنده بلاسنتا بتاعته، فاحنا بنقيم برضه عدد البلاسنتا عامل ازاي. بنقيم لو في اي يوتراين مالفورميشن، لو في اي مشكله في شكل اليوترس. بنشخص حاجه كمان اسمها سيرفايكال انكومبتنس. يعني ايه سيرفايكال انكومبتنس؟ ده بيكون في مشكله في السيرفكس ان هو بيحصل له دايلاتيشن قبل ميعاد الولاده. فطبعا احنا عارفين ان هو طول ما في جوه اليوترس في فيتس بيكبر لسه ما جاش معاه ولادته يعني، فالمفروض ان السيرفكس ده قافل على نفسه تماما، مقفول على نفسه بشكل كامل، وكمان في ميوكس بلاج سد بين الجزء بتاع السيرفكس اللي هم قافلين في بعض، في ميوكس بلاج سد السيرفكال كانال يعني. فبالتالي السيرفكال انكومبتنس هو بيفتح قبل ميعاده، فطبعا ده خطر كبير جدا وهو بيعرض لنا ان يحصل ايه؟ فيلر اوف بريجنسي، ان هو يحصل ابورشن، تمام؟
بيبقى شكله عامل ازاي برضو بهذا الشكل. الناحيه الشمال ده عندنا نورمال سيرفكس، باين طبعا ان السيرفكس اهو مقفول اهو بشكل كامل كلوزد اهو، وباين عندنا كمان ان هو ايه في ميكوس بلاج جايه النص سده السيرفكس. في الناحيه الثانيه بقى هنيجي نبص هنلاقي ايه، هنلاقي بقى دايليتد كده بقى مفتوح اهو، حتى باين نص السباكه الكنال مفتوحه، وطبعا الميكوس بلاج كمان وقعت كمان مننا، فطبعا كارثه طبعا ممكن يحصل ابورشن في اي وقت. وده شكلها بالالتراسونوجرافي. ده عندنا اليوترس، برضه عندنا ده ساجيتال بالمناسبه عشان برضه احنا ايه معظم الحاجات اللي هنعرضها النهارده هي ساجيتال مش ترانسفيرس. عندنا اليوترس اهو بالشكل ده مكمل بالكافيتي بتاعته، والكنال اهي ده الكافيتي اهي بتاعت اليوترس، تمام اللي هو معايا بالاصفر دلوقتي حالا ده الكافيتي بتاعت اليوترس. ومكمل عندنا بصوا بقى في دايليتيشن ازاي، المفروض يكون قافل على بعض، المفروض الجزء ده يكون قافل على الجزء ده، انما طبعا هنا حصل لنا دايليتيشن فاتفتح بهذا الشكل، فطبعا بيهدد لنا ان احنا ممكن يحصل لنا فيلير اوف البريجنسي. بنشخص كمان ايه اللوكاليزيشن اوف البلاسينتا، نعرف مكان البلاسينتا فين بالتحديد، هل هي في المكان النورمال بتاعها او بالفندس ولا هي تحت خالص، وممكن تعمل لنا مصيبه بحاجه اسمها بلاسينتا بريفيا، ان هي زي موجوده عندنا في الصوره هنا ان ده النورمال الهيلث، هي موجوده فوق خالص قرب الفندس هي في مكانها هي بلاسينتا، تمام؟ لا اتفاجئنا طبعا ان هي موجوده فين؟ ان هي سده السيرفكس عندنا بالشكل ده. طبعا دي هتعمل مشكله طبعا اثناء الولاده، غير انها هتعمل لنا بليدنج كتير جدا طبعا اثناء الولاده نفسها، فطبعا مشكله كبيره جدا. بنقدر نشخص مكانها عامل ازاي، وده برده شكلها اهو بالالتراسونوجرافي. جينا اهو برده كالعاده سجل ما فيش اي مشكله خالص، عندنا جينا عند السيرفايكال كانال اللي هو ده، تمام هي شكلها بس مش واضح قوي، لقينا حاجه ساده الاستراكشر ده كله، ده سادد تماما السيرفايكال كانال، هو ده البلاسينتا بريفيا، ان هي موجوده تكون موجوده تحت خالص اليوترس ساده السيرفكس وبتعمل كومبليكيشنز كتيره جدا. نكمل عندنا كمان ده يوز حاجه اسمها ابرابشيو بلاسينتا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان البلاسينتا بشكل جزئي عملت سيباريشن من الانر وول اوف اليوترس قبل ميعاد البيرث، فعملت لنا حاجه بالشكل ده ان هو عندنا بلاسينتا زي ما تكون في جزء منها اتقشر، تمام؟ هيعمل تحتها برضه بليدنج، يعني ده بلاد متجمع تحت الجزء اللي اتقشر من البلاسينتا، فهي انفصلت بشكل جزئي وطبعا لسه ما جاش ميعاد الولاده، فهنشخصها هنلاقيها طبعا شكلها عامل ازاي، هنلاقيها شكلها بالشكل ده. ده عندنا بقى دي بقى ترانسفيرس، يعني لو حد ركز ده ترانسفيرس، حتى احنا واخدين حتى كات سيكشن اهو في الامبريو، طبعا دي الجيستيشنال ساك اللي عندنا دي واخدين فيها كات سيكشن ترانسفيرس، وده المفروض عندنا هو ده البلاسينتا اللي عندنا بالشكل ده، تمام اللي هو الاستراكشر ده، والمفروض ده اللايننج بتاع اليوترس، وما بينهم الاسود ده عباره عن بريدنج، كل ده عباره عن دم، تمام هو ده الابرابشيو بلاسينتا. وكمان بنعمل اسسمنت طبعا لحاجه مهمه جدا الليكويد فوليوم، ايه الامنيوتيك فلويد، هل هو اكتر من الطبيعي فيعمل لنا بولي هيدرانيوس، فيبان بقى ان احنا عندنا الكافيتي مليانه بقى لون اسود غامق اللي هو طبعا مكان الفلويد لان ده ووتر كونتنت يعني، ولا اوليجو هيدرانيوس ان هو يكون اقل من الطبيعي فيبان بقى عندنا ان الفيتس لازق في اليوتراين وول يكاد يكون يعني ما فيش اي فراغات بينهم وبين بعض ان الفلويد كونتنت قل جدا عن الطبيعي. وطبعا نشوف اليوتراين سايز اذا كان طبعا ماشي مع الديت ولا هو حجمه اكتر من الديت ولا هو حجمه اقل من الديت على حسب طبعا وضعه عامل ازاي. مهم جدا برضو عندنا ان في حاجه اسمها 3D التراسونوجرافي، احنا اصلا كل اللي احنا شفناه قبل كده ده عباره عن 2D ثنائي الابعاد، تمام؟ انما ال 3D بيستخدم تكنولوجيا اعلى شويه، ان هو بيكون في الاول اللون بتاعه مش ابيض واسود، بيكون عندنا زي كده جولدد يلو زي كده يعني اصفر ذهبي شويه كده، ده بيكون مستغل حاجه مهمه جدا خاصيه الشيدنج، ان هو فيه تظليل فبيدي بعد للصوره، تمام انت شايف دبث للصوره زي كده بالشكل ده اللي عندنا بالظبط، ده كده يعني صوره عشوائيه، تمام كده لا يعتبر عندنا هو فيتس هو موجود هو انترا يوتراين، بنشوف طبعا بنقيم شكله عامل ازاي، بنقيم الوضع جوه اليوترس عامل ازاي، بنقيم لو في اي انوميز عنده مثلا كليفت بارت او اي مشكله ثانيه عموما يعني، فاحنا شايفين طبعا الصوره قدامنا 3 دي، في عندنا في تظليل باين يعني مثلا في اماكن مثلا زي اللي عند النوز هنا مثلا باين ان في دبث للصوره عكس ال 2 دي اللي هو كان مجرد صوره كده ترانسفيرس او ديجيتال صوره كده جامده مش شايفين فيها ابعاد نهائيا خالص يعني. ده كده كان بالنسبه لليوتيرو بلاسنتال انديكيشنز. عندنا بعد كده ماترنال انديكيشن، اي بلفيك ماس هنلاحظه زي كده اللي عندنا ده حاجه اسمها ادنكسل ماس، يعني ايه ادنكسل؟ يعني موجود في محيط منطقه اليوترس، تمام؟ مع بريجنسي، يعني في بريجنسي اهو وفي ادنكسل ماس كمان جنبه، يعني هو ده البريجنسي اللي هو بالشكل ده،
هو ده البريجنسي اللي هو ده تمام. وعندنا ده الادناكس الماس اللي هو بالشكل ده، ده حاجه احنا مش عارفين بقى ده تيومر ولا ده فايبرويد ولا وضعه ايه بالظبط. فبالتالي ايه بنتابع باستخدام الالترا ساوند نشوف الاستراكشر ده عباره عن ايه. نخش بقى على الحاجات اللي هنشوفها في كل ترايمستر من الحمل. الفيرست ترايمستر طبعا احنا بنستخدم ايه الترانس فاجينال عشان نشوف كل تفاصيل اليوترس. اول حاجه عند اربع اسابيع حاجه اسمها ترو جستيشنال ساك. طب هل معنى ان في ترو يبقى في فولس؟ اه في حاجه اسمها سودو جستيشنال ساك وهنتكلم عنها برضه. الترو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كافيتي تمام موجوده محوطه الامبريو اللي هو الدايره اللي عندنا بالشكل اللي هي دي، شايفين دي؟ دي عباره عن كافيتي وجواها فلويد، ده عباره عن الجستيشنال ساك موجود في المكان الطبيعي فين؟ في الاندومتري اوف ذا فاندس او بادي اوف ذا يوترس، في المكان الطبيعي بتاع الامبلانتيشن يعني موجود انترا يوتراين. طيب مدينا حاجه اسمها دبل ديسيدوا ساين. يعني ايه دبل ديسيدوا ساين؟ يعني كان الدايره دي ليها طبقتين. هي ايه هي سر تكوين الدايره دي اصلا؟ احنا الدايره دي عندنا اتكونت بسبب الشكل اللي موجود عندنا قدامنا ده عندنا اليوترس تمام، وده عندنا الاندومتريوم اللي هيتحول بعد ما حصل امبلانتيشن حاجه اسمها ديسيدوا. عندنا رقم 3 دي اسمها ديسيدوا بيزاليس، دي اللي موجوده مبطنه تحت الامبريو، وعندنا اللي محوط الامبريو بالشكل ده من بره رقم 2 ده حاجه اسمها ديسيدوا كابسولاريس. اما اللي محوط باقي بقى الاندومتريوم ده بقى اليوترس اللي هو رقم 1 ده اسمه ديسيدوا بارايتالس. انا اللي يهمني دلوقتي رقم 2 ده اللي هو الديسيدوا كابسولاريس. احنا عندنا طبقه دلوقتي محوطه الامبريو اللي هي دي تمام، ادي اول طبقه تمام اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكوريون، طبقه الكوريون. وتاني طبقه اللي هي بقت عندنا اللي هي ايه؟ اللي هي الديسيدوا كابسولاريس. فاحنا عملنا حاجه اسمها دبل ديسيدوا سايت. نيجي نبص على الجستيشنال ساك هنلاقي ايه؟ هنلاقي زي في طبقتين، الطبقه اللي جوه اللي هي طبقه الكوريون، والطبقه اللي بره اللي هي عباره عن الديسيدوا كابسولاريس اللي هو عباره يعني انا لو كبرت الصوره بشكل كده محترم شويه عشان نشوفها بشكل احسن يعني عندنا اهو بالشكل ده السهم اللي هو على اللي جوه ده الكوريون لاير، واللي بره ده الديسيدوا كابسولاريس تمام. عملنا حاجه اسمها دبل ديسيدوا ساين، ده نتيجه ان هو علاقه الديسيدوا كابسولاريس مع الكوريون تمام. وده هيبان كتو ديستينكت ليرز كانهم طبقتين منفصلين عن بعض، وده دليل يعني ان فعلا في امبلانتيشن حصل وان هو الدنيا ماشيه كويس. يعني حجم الجستيشنال ساك ده المفروض ان هو بيزيد يوميا بمعدل 1 ملم، المفروض ان هو بيكبر مع الوقت. في بقى عندنا حاجه اسمها سودو جستيشنال ساك او سودو ساك زي ما قلنا الساك الكاذب. ده عباره عن ايه؟ ده بيكون شكله ريجولار اوت لاين، يعني شكله مش دايره كده، شكله معوق شويه، بيبقى غالبا مكانه سنترالي في اليوترس وما فيهوش خالص دبل ديسيدوال ساين. طيب وده ليه؟ ده بسبب ان اصلا السودو ساك ده عباره بس عن تجمع فلويد في اليوترس، ده اصلا مش بريجنسي ولا امبلانتيشن ولا الكلام ده خالص، فما فيهوش كوريون ولا كمان متحوط بالديسيدوال ولا الكلام ده نهائي. زي كده في الصوره عندنا بالظبط اللي على الشمال ده في الدبل رينج بتاع الكوريون وبتاع الديسيدوال كابسولاريس، عمل لنا الدبل ديسيدوال ساين اللي هو اللاين ده واللاين اللي فوقيه ده. حاجه زي الفل مش اي مشكله خالص، ده ترو جستيشنال ساك. السودو بقى شكله طبعا واخد كيرف غريب جدا بالشكل ده زي ما يكون ليفر مثلا او حاجه، وهو بس سنجل ايكوجينيك ريم، وده اصلا ما يمثلش حاجه، ده مجرد عباره عن كافيتي في اليوترس فيها فلويد تمام، ده لا اكثر ولا اقل، ده عباره عن انترا يوتراين فلويد، لكن هو لا في بريجنسي ولا في الكلام ده خالص، ولا في بقى كورن ولا في ديسيدو كابسولاريس ولا الكلام ده خالص تمام. ده الفرق ما بين السودو وبين الترو. بعد كده عندنا استراكشر هيظهر لنا بقى في الاسبوع الخامس اسمه اليورك ساك. في كده حاجه زي الخاتم دايره صغيره كده هيظهر عندنا جوه الجستيشنال ساك ده. دي هتظهر لما يكون الساك دايمتر ده اللي هو احنا قلنا بيكبر كل يوم 1 ملم دايمتر، يكون وصل حوالي 5 ل 8 ملم. شكله عامل ازاي؟ شكله بهذا الشكل. عندنا اهو طبعا الكافيتي دي عباره عن الترو ساك الترو جستيشنال ساك، وعندنا الرينج اللي هو المحوط عندنا بالشكل ده اللي هو ده عندنا ده اليورك ساك تمام. فوجود اليورك ساك ده بقى بيكون فيرم بريجنسي، يعني احنا لو عندنا جستيشنال ساك برضو مش هقول ان في بريجنسي لحد ما يظهر عندنا اليورك ساك ده. فاول ما يظهر عندنا ده عباره عن كونفيرميشن اوف بريجنسي، وتحت كده في تجمع ابيض صغير كده حتى هو معانا عامل اخضر هنا، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن امبريو نفسه اللي هو هيتكون تمام. فاحنا عندنا ده جستيشنال ساك، الدايره دي عباره عن اليورك ساك، وتحت منها لسه صغير جدا لسه هيكبر عباره عن الامبريو تمام.
وظهور الميلك ساك ده عباره عن كونفرميشن اوف بريجننسي. تمام، كونفرميشن اوف بريجننسي. بعدها باسبوع بقى هيحصل حاجه اسمها فيتال بول، ان هيكبر جزء بقى طالع من الميلك ساك، ده بقى هيكون الفيتس. الفيتس نفسه يعني شكله عامل ازاي؟ بهذا الشكل. احنا عندنا اهو مثلا عندنا الرينج اللي هو الميلك ساك هو ده طبعا جوه التروجستيشنال ساك، والجزء بقى اللي انتوق اللي طلع منه ده ده عباره عن الفيتال بول. ده الفيتس نفسه ده هيتكون وهيكبر بعد كده. تمام، ده بيظهر عن 6 اسابيع، ولازم يظهر عند مين جستيشنال ساك دايمتر يكون اكتر، يكون الدايمتر بتاع الساك ده بقى اكتر من 20 ملم. وبرده وجوده يعتبر كونفيرميشن اوف بريجننسي، ولازم وقتها نكون بقى لاحظنا ان في فيتال كاردياك بالسيشنز ديتكتد. لو ما يكون الفيتال بول ده يكبر حجمه على 4 ملم، يعني لو كبر حجمه على 4 ملم لازم بقى نيجي بقى نشوف بالالترا ساوند، لازم نلاقي كاردياك بالسيشنز اللي هي النبضات للقلب. لو ما لقيناهاش طبعا يبقى مشكله كبيره جدا طبعا وقتها. بيبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها بالشكل ده. ده كده عندنا ده جستيشنال ساك، وعندنا ده اللي جوه ده الفيتال بول. حتى انا بس هشرحها عشان بس نركز معاه، ده الفيتال بول. تمام، هنلاقي بقى في دقات قلب هيتحرك دلوقتي حالا. بصوا كده شايفين النبضات الصغيره جدا اللي موجوده بالشكل ده عندنا هنا، اللي هو ده. ده عباره عن نبضات في القلب اتسجلت عندي الاسبوع السادس بعد ما الفيتال بول كبر بقى اكتر من 4 ملم. تمام، بعد كده عندنا الترا ساوند بريدكتورز اوف بريجننسي نون فيابيليتي، ان احنا عندنا مشكله في الحمل. يعني مثلا كل مرحله من دول كانت بتيجي بعد المرحله اللي بعدها، يعني مرحله تظهر بعد كده وتظهر مرحله بعدها، فبيجوا بالترتيب. طبعا لو اي واحده من دول طالما ما حصلتش وقفنا عند مرحله من دول احنا كده عندنا مشكله في الحمل. زي مثلا يبقى الساك عندنا اتونيك فلاتنت، ان هو يكون كده يعني مقفول على نفسه. تمام، بدل ما هو مفتوح كده واخد شكل دائري يكون مقفول على نفسه وفلاتند متسطح. تمام، ده كده في مشكله. زي ان يبقى عندنا الساك ده احنا قلنا بيكبر كل 1 ملم، نيجي نتابعه ليه ما بيكبرش خالص؟ نتابعه النهارده، نتابعه بكره، نتابعه بعده ما بيكبرش خالص نهائيا، ثابت عند الحجم الصغير ده، برده مشكله من جروينج. زي ان احنا استنينا لحد الاسبوع الخامس عشان يظهر لنا يورك ساك، ووصل عندنا الساك دايمتر لاكتر من 8 ملم، يعني جاب اخره خلاص ولسه ما ظهرش عندنا يورك ساك برده، فاحنا كده ما عندناش كونفيرميشن اوف بريجنسي من الاساس. زي برضو ان المين ساك دايمتر بقى اكتر من 20 ملم عند الاسبوع السادس وما ظهرش عندنا فيتال بول، او ان ظهر عندنا فيتال بول وكبر اكتر من 5 ملم بس ما ظهرش عندنا كاردياك بالسيشن اللي هي شفناها في الفيديو عندنا من شويه. ده كده كان بالنسبه للايرلي فيرست ترايمستر. ها الايرلي فيرست ترايمستر اللي كان اخره معانا 6 اسابيع. في عندنا بقى الليت فيرست ترايمستر. تمام، ده بيتعمل بين الاسبوع ال 11 لحد الاسبوع ال 13 وما بينهم ممكن مثلا 6 ايام زياده بعد الاسبوع ال 13 ده. في حاجه عندنا اسمها سي ار ال، ده عباره عن ايه؟ ده اختصار لحاجه اسمها كراون رامب لينث. ده احنا كده بنقيس المسافه ما بين راس اعلى نقطه في الراس بتاع الطفل عندي هنا تقريبا كده بالشكل ده لحد اخر نقطه عنده في الترانك. ده السي ار ال، حتى الخط اللي هو ابيض ده. تمام، بنقيس المسافه دي كلها. طب هو سؤال بس سريع جدا، هو الجهاز بيقيس المسافه ازاي اساسا؟ بيقيسها بالشكل اللي عندنا ده. الجهاز من ضمن السيستم بتاعه ان هو بيقدر يقيس اي مسافه انا عايزه يقيسها. انا طبعا مش همسك مسطره واحطها على الشاشه وبعد كده طبعا اقعد اقيس بالسنتيمتر، ده غير طبعا ان انا لو عامل زوم على الشاشه فطبعا اي قياس هاخده هيكون غلط. الجهاز بقى هو بيقدر يقيس بنفسه، ان السيستم فيه حاجه اسمها بروبس، ان هي بتكون شكلها عامل زي الكروس دي او البلس ساين دي. طبعا بنختارها من منيو كده في الجهاز معينه. وبنتحكم طبعا في عندنا كان في الاول خالص، يعني انا هرجع تاني للاول خالص عشان بس اوريكم الموضوع ده في الجهاز خالص. كان عندنا اللي هي الدايره دي السفير دي. تمام، دي لو حد كان عنده موبايل نوكيا زمان، يعني كان نوكيا تزيد القدره ان انت تعمل يعني تطلع وتنزل يعني زي كده الاسهم لفوق وتحت يمين وشمال بزي كده كوره كده صغيره بتتحرك نفس فكره كده الماوس اللي كان شغال بكوره زمان بدل الليزر بتاع دلوقتي. يعني المهم ان انت تستخدم عشان تطلع لفوق وتنزل لتحت، ولو عايز تحط بروف في مكان معين بتحركها باستخدام ايه؟ انك بتحرك السفير بالشكل دي. تمام، فنرجع تاني للشكل اللي كان عندنا تحت ده. هو اصلا انا مش مهتم خالص ان الترا ساوند ده كان بتاع ايه اساسا، ده مش مهم، انا بس بوريكم البروبس دي. بنختار من المنيو البروب ده ونحطه في المكان اللي احنا عايزينه. هو هنا حط واحد هنا وحط واحد تاني هنا. الجهاز بعد كده هيعمل ايه؟ هيقيس المسافه بين الاثنين بروبس دي ويطلع لك فاليو بقى. تمام، هو دي الفكره كلها، ان الجهاز بيقيس بنفسه. الجهاز هنا مثلا قاس مسافه عباره عن 5.23 سنتيمتر، ده كده كمثال برضو لكوره الجهاز ان هو بيقيس ويطلع لك فاليو معينه. يقيسها بقى بالملي متر، يقيسها بالسنتيمتر، ايا كان.
وبيقدر كمان مش بس يقيس ان هو يقيس ستريت لاين، لا ممكن كمان يقيس سيركمفرنس بتاع دايره، وده هنشوفه كمان عندنا كمان شويه في حاجه اسمها الابدونال سيركمفرنس وفي الهيد سيركمفرنس. تمام، فهو احنا بنحط البروبز دي على الاماكن اللي احنا عايزينها، بنحدد الحدود الخارجيه للاستراكشر اللي احنا عايزين نقيسه، والجهاز هو بقى بيتعامل مع نفسه. تمام، نرجع تاني السي ار ال ده اللي هو قسنا الطول من اول راس الطفل لحد اخر حته عنده في الترنك، المفروض النورمال ريج بتاعه يكون من 45 ل 84 ملم، تكون المسافه من اوله لاخره. طيب ايه الغرض بقى من الليت ترايمستر الترا ساوند ده؟ بناكد الفايبيليتي، بناكد ان هو صحته كويسه وان هو قاعد بينمو لسه، وبنكونفيرم للبريجنسي ديتنج ان هو احنا في الاسبوع الكام دلوقتي، وده البيست ميثود عشان نعرف منه الجستيشنال ايدز ديتنج. تمام، ندي جاي بالتقريب. وان الايرور ويز اللاست مستر بي بيكون بسبب فاريبل لينث اوف الفريكولار فيز، يعني ممكن ست يكون عندها بليدنج جاي سبب من الاسباب غير طبعا ان هو يكون له علاقه مثلا بالبريجنسي، فتتلخبط وهي بتحسب الايام مع بعضها فتطلع عندها ايه اسمت الدليفري ديت مختلفه عن اللي هو المفروض يحصل يعني. فالكراون رامب لينث ده هو البوست اكيوريت ان استيميشن اوف البريجنسي دوريشن، مارجن اوف ايرور بسيط جدا يعني هو هيجيب لك يوم بالظبط. تمام، بس ممكن يعني اليوم ده يكون اكتر بيومين فاصل واحد، اقل من يومين فاصل واحد، بس طبعا الدقه بتاعته عاليه جدا يومين ده ولا حاجه. تمام، وبرده من خلال الالترا ساوند اللي بنعمله في فتره الليت فيرست تايمستر بناكد لو في توننج او كوريوستي، يعني مثلا حاجه اسمها لامدا ساين في الدايكورونيك وحاجه اسمها تي ساين في المونوكورونيك. احنا هناخد الكلام ده بالتفصيل برده الدرس الجاي ان شاء الله، بس الاول يعني خلينا نوضح الاول ايه ده وايه ده. احنا في الاول عندنا الشكل اللي على الشمال ده اللامدا ساين، وده شكل اليمين ده التي ساين. في حاجه اسمها دايكوريدونيك توينز وحاجه اسمها مونوكوريدونيك توينز. يعني ايه الكوريون ده؟ اللي هو مخوط الفيتس من بره. في حالات الدايكوريدونيك احنا غالبا قدام حاله ان هو ده عباره عن ايه، ده عباره عن توينز، بس كل توين هيبقى له البلاسينتا بتاعته وهيبقى له الكومبارتمنت بتاعه. فاحنا في اليوترس هيبقى لنا الجزء عندنا متقسم اثنين، كل جزء قاعد فيه فيتس بكل حبه كل حاجته بكل الاستراكشرز بالاموتيك فلويد بتاعه، ملوش دعوه خالص باخوه واخته التوأم ده خالص. تمام، ده بس الكلام كده باختصار، ان الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده في دروس جايه. ده كده اللامدا ساين ان هو عباره عن الحاجز اللي بيفرق ده بين الاثنين كوريوس، اللي هو واحد اللي هو محوط الفيتس ده والثاني اللي هو محوط الفيتس ده. تمام، واللي هو ده هو ده اللامدا ساين اللي هو بالشكل ده. في بقى عندنا حاجه اسمها تي ساين اللي هو بيبقى فيه حرف تي اللي هو الخط اللي خارج عندنا بالشكل ده، ده بيكون في حالات اسمها مونوكوريونيك توين جستيشن. يعني ايه؟ يعني الاثنين توينز دول الاثنين فيتس الفيتس الموجودين هم الاثنين دول محوطهم من بره عندنا يعتبر كوريون واحد مونوكوريونيك، مش اثنين كوريونز زي هنا، وبينهم بقى بعد كده ممكن بقى يكون عندنا تو امنيونز محوطهم اثنين امنيونز من جوه. بس المهم عندنا ان في التي ساين ده هي حصلت ليه؟ بسبب ان احنا عندنا كوريون واحد محوط اثنين فيتسس. تمام، كوريون واحد محوط اثنين فيتسس، يعني عندنا حاجه اسمها تي ساين. يبقى اللامدا ساين اللي هو اللي نازل بالشكل ده، والتي ساين اللي هو نازل بالشكل ده. تمام، طبعا ده بقى عندنا بالالترا ساوند مش بحاجه ثانيه. طبعا بدنا اناتوميكال اسسمنت نشوف طبعا حسب بوليفريشن الهيد بانت الليمبس ظهرت الامور دي كلها، وبنعمل كمان كروموزومال اسسمنت نشوف لو في اي انومالي ممكن تظهر عندنا في الكروموزومال ديفرنشيشن، يكون مثلا عندنا في ترايزومي او انومالي. ازاي الكلام ده؟ ده حاجه اسمها نيوكل ترانسلوسنسي. ايه هو النيوكل ترانسلوسنسي؟ احنا عندنا الاول النيوكل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نورمال فلويد، فلويد عادي جدا طبيعي بيكون موجود في السبكيوتينوس سبيس في ظهر رقبه الفيتس. تمام، يعني احنا لو عملنا زوم هنا بالشكل ده كده في الصوره عندنا، ادي ده الراس تمام وادي الرقبه، في بقى المسافه اللي هو الحته السودا دي. تمام، الحته السودا دي اللي هي ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سبكيوتينوس فلويد، ولذلك هو لونه اسود ان هو فلويد. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقيس، احنا حاطين اهو لو واخدين فيه اثنين بروبس اهو الكروس ساين اهو، عشان احنا بنطلب من الجهاز ان هو يقيس المسافه دي قد ايه؟ هنقيس المسافه ما بين الجزء ده وما بين الجزء ده، ما بين الجزء الانترنال يعني بتاعه، ونشوف الثيكنس بتاع او الديستنس ما بين الممبرين وبين الايدج اوف السوفت تيشو قد ايه، عشان نقيم لو في احتماليه ان يكون عندنا كروموزوم انومالي او لا. طبعا هو ايه العلاقه اصلا؟ العلاقه ان هو لما بيزيد المسافه دي بين الاثنين بيبقى انديكيشن ان غالبا في كروموزوم انومالي. زي مثلا ان في ترايزومي، في مشاكل ثانيه مختلفه يعني. طبعا الترايزومي 13 18 21 ده بيكون ماركر مهم جدا ان في عندنا كروموزوم انوميز، او كمان كاردياك ديفكتس، يعني
يعني عندنا مشاكل في القلب. تمام، في حاجه تانية برضو ممكن نستخدمها غير النيوكل ترانسوسيس عشان نعرف لو في انومالي او لا. ممكن حاجه اسمها ابسنس اوف نيزل بون، نيجي نشوف الفيتوس ندور على النيزل بون في العظمه اللي موجوده في النوز راحت فين، ما بقتش موجوده خالص زي اللي موجوده عندنا هنا في الصوره بالشكل ده اللي هو ده. هنيجي نبص كده، ادي هو طبعا ده سيرجيكال سيكشن، واضح جدا احنا باصين على فيتوس من الجنب. فنيجي نبص على النوز، فين يا عم العظمه؟ مفيش عظمه خالص، مفيش عظمه موجوده عندنا خالص بالشكل ده، عباره بس عن سكين، مفيش اي جزء بقى وايت بقى فاتح كده يقول ان في عظم في المكان ده خالص. فده بيكون انديكيشن برضو ان ده ترايزم 21 او داون سيندروم. هنعمل سكريننج برضو، احنا قلنا قبل كده في الدرس اللي فات ان احنا عندنا في الفيرست ترايمستر في حاجه مهمه جدا عندنا اسمها دبل ماركر كنا بنعملها، ان احنا بنقيس البيتا اتش سي جي وبنقيس حاجه اسمها الفات اي او البريجنسي او تشكيل البروتين اي، ونشوف برضو الفاليوز بتاعتهم برضو اذا كانت زايده او قليله عن الطبيعي عن الميديان، يعني ان هو برضو بيكون مع الاكتشافات اللي احنا شفناها في الالترا ساوند يكون انديكيشن ان الحاله دي عندها كروموزومال انوماليز ولا لا، زي الترايزوم 13 وال 18 و 21. تمام، دي كلها انوماليز ممكن تبان عندنا بالشكل ده. نيجي بقى عند السكند ترايمستر. السكند ترايمستر او الميد ترايمستر سكان في فتره من 18 اسبوع ل 24 حمل بنقيم فيها الفيتال كارديك اكتيفيتي، بنشوف نبضات القلب زي ما شفناها برضه في الفيديوهات اللي احنا شفناها من شويه، النمبر بتاع عددهم والكورينستي طبعا لو مالتي بريجنسي هل برضه مونو كورونيك داي كورونيك الامور دي كلها. بنقيم بقى الفيتال بايوميتري والسايز والديتنج، نشوف حجمه عامل ازاي وحجمه بالنسبه لسنه هل متوافق ولا لا. حاجه اسمها بايبرايتال دايمتر، حاجه اسمها هيد سيركمفرنس، حاجه اسمها ابدومينال سيركمفرنس، حاجه اسمها فيمر دافيسز لينث، وحاجه اسمها استيميتد فيتال ويت. واحده واحده بقى بنرجع كده، احنا عندنا حاجه اسمها باي بارايتال دايمتر اللي عندنا في الصوره ده عباره عن راس الفيتوس بس متاخده كات سيكشن ترانسفيرس، فده كده متاخد ب ترانسفيرس الترا ساوند. تمام، احنا عايزين نقيس بقى المسافه ما بين الاثنين بارايتال بونز اللي هي واحده منهم هتكون موجوده هنا. تمام، انا بس هعلم بس احسن شويه هنا اهو. تمام، والجزء اللي تحت اللي هو هنا اهو المسافه اللي هي ما بين التو بارايتال دايمترز اللي هو موجود عندنا بالشكل. انا عايز اقيس المسافه دي الباي بارايتال دايمتر، فانا هحط بروب هنا فوق وبروب هنا تحت، وطبعا الجهاز هيتعامل هو هيقيس مفيش اي مشكله خالص. في نفس الصوره عندنا هي الصوره هنا وبيقولوا ان هي فيها الباي بارايتال والهيد سيركمفرنس في نفس الوقت. ايه بقى الهيد سيركمفرنس؟ انا عايز اشوف بقى السيركمفرنس بتاع الهيد كلها، فانا هزود اثنين بروبس كمان حتى لو ركزت في الصوره، او ازود بروب هنا وازود بروب هنا، والجهاز بقى ماشي عليهم بالشكل ده بشكل دائري وقدر يجيب مع نفسه السيركمفرنس بتاع الهيد. تمام، ادي كده الهيد سيركمفرنس والباي بارايتال دايمتر اهو في نفس الصوره. بعد كده ابدومينال سيركمفرنس، دي صوره عندنا الايه اللي برضه للترانسفيرس سيكشن، كاننا قاطعين الابدومين بتاع الفيلس بالعرض وباصين على الاستراكشرز اللي عنده جوه بقى، باصين على الاستومك وباصين على باقي الاورجنز، فهو برضه احنا حاطين بروبز عندنا بالشكل ده والجهاز هيعمل لها تريسنج عندنا هنا اهو وهيجيب من نفسه الابدومينال سيركمفرنس. وفي صوره احسن شويه عندنا الابدومينال سيركمفرنس عندنا بالشكل ده اهو، ترانسفيرس سكشن بالترانسفيرس التراسونوجرافي عندنا اهو موجود عندنا في ستراكشرز موجوده طبعا زي الاستومك زي السباين موجود ورا خالص عند الظهر اهو بالشكل ده زي البورتال فين. وبعد كده طبعا بنحط البروبس طبعا بالشكل ده كده، وطبعا الجهاز بعد كده ايه بيمشي عليها وبيجيب لنا ايه الابدومينال سيركمفرنس. بعد كده عندنا حاجه اسمها فيمر دايافيسز لينث، الدايافيسز ده اللي هو عباره يعني عن البون شافت، هو مجرد بس هيقيس عندنا الشفت بتاعت البون، هنحط البروب عندنا عند اول البون وعند اخر البون، والجهاز طبعا هيقيس المسافه بين الاثنين دول ويطلع لك حاجه اسمها الفيمر لينث. طبعا الفيمر لانها اكبر عظمه عند الانسان عموما وعند الطفل، فاحنا عايزين نشوف مستواها في النمو عامل ازاي. وبقى بحسب معينه اسمها هاتلوك بكل الفاليوز اللي احنا اخذناها من السيركمفرنس والدايمتر واللينث بنقدر نستنتج منهم الفيتس ده وزنه قد ايه حاليا باستخدام القياسات دي استيميتد فيتال ويت بفورمولا معينه مش علينا. بس عموما دي صوره للتشارت اللي هو عباره عن الهات لوكس تشارت ده، ان هو عباره عن عندنا مثلا السن بالاسبوع 16 17 18 19 والقياسات بقى اللي هي البايبرايتال دايمتر المفروض يبقى كام، السيركمفرنس يبقى كام، الابدومينال سيركمفرنس والفيمر لينث، وبعد كده بنحسب منهم فورمولا معينه وزنه حاليا يعتبر قد ايه. تمام، دي عندنا صور عاديه كده اللي هي برضه الاستراكشرز زي اللي اسمها ديفرنشيشن في البرين جوه السكال. تمام، عندنا برضه البون زي الالنا اللي هي الليمبس الهيومرس والالنا والريديوس، ودي الليج عندنا التيبيا والفيبيا والفيمر،
فده كلام عموما ده ترانسفيرس فيوز للهيد وللليمس الابر واللور. طيب هنبص برضو كمان على البلاسينتا ومكانها فين وعلى ابيوتيك فلويد. البلاسينتا زي ما قلنا هي ايكوجينيك ديسكويد ماس هيبعت ايكوز عاليه، وفي نفس الوقت هو على شكل ديسكويد عامل زي الديسك عامل زي القرص كده. ومهم جدا برضو نشوف علاقه الانترنال سيرفيكال او اس بالبلاسينتا اللو لاينج او البلاسينتا بريفيا، لان هي طبعا زي ما قلنا هي لو قربت جدا من السيرفكس من الانترنال اس ممكن تقفله بشكل كامل خالص، هتعمل لنا مشكله طبعا كبيره جدا زي ما قلنا قبل كده. وحاجه اسمها بلاسينتا اكريتا، دي عباره عن ايه؟ بلاسينتا الاكريتا دي عباره عن ايه؟ احنا عندنا ثلاث تصنيفات لمشاكل البلاسينتا دي. طبعا انا بتكلم هنا مش على البوزيشن بتاعها، بتكلم على الادويشن بتاعها للاندوميتريوم واليوترس عموما. يعني حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا دي اللي احنا بنتكلموا عليها، معنى كده ان البلاسينتا دخلت ديبلي بس لسه جوه الاندوميتريوم، تمام؟ ما تخطيش طبقه الاندوميتريوم. احنا عندنا اندوميتريوم، عندنا ميوميتريوم، وعندنا بريميتريوم او باول بيرتونيوم اللي محوط اليوترس. فالاكريتا هي ما زالت في الاندوميتريوم بس وصلت لاخر وخالص، تمام؟ عندنا بقى حاجه اسمها انكريتا، دي كده دخلت في اللير الثانيه اللي هي الميوميتريوم، دخلت في المسل وول، تمام؟ طبعا مشكله كبيره طبعا. وحاجه اسمها بيركريتا دي بقى تخطت المسل وول وممكن تكون عملت بيرفوريشن اليوترس كمان وتخش بقى في اورجنز حوالين اليوترس، يعني مثلا تخش في اليوريني بلر تمسك فيه، فبقى بيرفيك استراكشر استراكشر بتبقى مشكله كبيره جدا طبعا اثناء الولاده. فالاكريتا هي اللي تخصنا دي ان هي ماسكه في الاندوميتريوم ديبلي، تمام؟ فطبعا مهمه جدا عندنا نشوف شكلها عامل ازاي. بتعمل حاجه اسمها بلاسينتال ليكس. بلاسينتال ليكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن تجمعات من البلاد موجوده عندنا في اماكن البريفيس سيزاريان سكشن سكور. لما يكون في حاله كيس كانت حامل وخلفت سيزاريان، طبعا احنا عملنا ايه؟ عملنا هيستروتومي، عملنا انسيجن في اليوترس وهنخيطه بعد كده. لو ما عملش هيلينج كويس مكان الخياط ده، مكان الجرح ده، ممكن يكون ده المكان بتاع البلاسينتال اديشن في الحمل اللي جاي بعد كده. طبعا هيكون اليوتراين وول في مكان السكار ده ضعيف جدا، فبالتالي طبعا ممكن في مشكله كبيره جدا ان هو ممكن ما يتحملش الحمل، ممكن يحصل له رابشر، يحصل له بليدنج، مشاكل كتير جدا طبعا. هيبقى شكله عامل ازاي؟ بهذا الشكل. ده المفروض ده صوره عندنا ليه ترانسفيرس سكشن وليست ساجيتال، تمام؟ طبعا ده انتير وول واللي فوق وتحت السرير وول، وعندنا في النص احنا هنا باصين على البلاسينتا. لا لقينا الفراغات دي فراغات تعتبر انيكويك او يعني الايكوجينيك بتاعتها قليله جدا بسبب ان هي فيها فلويد. ايه الفلويد ده؟ عباره عن ايه؟ ده عباره عن بلاد موجود في البلاسينتا. وطبعا تحت ده عندنا ده الفيتس هول الدايره اللي عندنا بالشكل ده. الدوائر دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن سبيسز فيلد ويز بلاد، تمام؟ هي دي اللي هي الليكس اللي بتكلم عليها اللي هي موجوده في البلاسينتا اكريتا، تمام؟ وممكن برضه نعمل اسسمنت طبعا في المرحله دي لو في اي امنيوتيك فلويد ابريشن، يعني مثلا زاد عن الطبيعي عمل لي فولي هيدرامنيوس او قل عن الطبيعي عمل لي اوليجو هيدرامنيوس. وفي نفس الوقت لو هنعمل اي بروسيجر في نفس الفتره بتاعت السكند ترايمس، يعني لو هنعمل امنيوسنتيز هناخد عينه من الامنيوتيك فلويد، هنخش برضه بالجايدنس بتاع الالترا ساوند. في اكزامبلز عندنا بقى الفيتال انوماليز، مشاكل في الفيتوس زي ايه طبعا؟ زي حاجه اسمها نيورال تيوب ديفكتس. دي بتنقسم لحاجه اسمها سباين بيفيدا. ايه هو السباين بيفيدا؟ يعني حصل عندنا مشاكل كتير جدا في النيورال تيوب زي الانكيفالي وزي الاكسنكيفالي وزي السباين بيفيدا. عندنا اول حاجه خالص اسمها سباين بيفيدا. سباين بيفيدا ده عباره عن هيرنيشن للنيورال ستراكشرز اللي في الفيرتبرال كولون، بره الفيرتبرال كولون واحيانا بره السكين كمان. هيبقى شكلها عامل ازاي؟ عندنا صوره عندنا بالشكل ده، عباره الطفل باين طبعا عنده هيرنيشن في منطقه الظهر، كل النيورال ستراكشرز طالعه بره الفيرتيبرال كولون، طلع عندنا هو في عندنا السباينال كور طالع بره، في عندنا سباينال فلويد كمان طالع بره، شكل عامل زي شكل السيل كده، زي عامل زي السيست كده مجمعه برضه فلويد، تمام؟ وفي منها برضه تصنيفات هنقول عليها دلوقتي، بس كده اختصارا هو ده السباينا بيفيدا. في عندنا حاجه ثانيه برضه اسمها انكيفالي. ايه هو الانكيفالي ده؟ زي عندنا بالصوره بالشكل ده، ان هو عباره عن ابسنس اوف كرينيال فولت، تمام؟ وحاجه اسمها تلينكيفالون. ايه هو التلينكيفالون ده اصلا؟ اللي هو موجود عندنا بالشكل ده. تلينكيفالون اللي هو الجزء ده من البرين، طبعا جزء كبير جدا من البرين، مش هيتكون خالص في الفيتس، تمام؟ ولا هيتكون عندنا كمان كرينيال فولت، يعني العظم اللي هو هيحوط للتلينكيفالون ده كمان مش هيتكون. فهيبقى عندنا فيتس موجود عندنا بالشكل ده. ده طبعا دول بيتوردوا معظمهم بيتوردوا يعني يعتبروا مش احياء من الاصل،
واتولدوا احياء بيعيشوا لمده ساعات او ايام معدوده ويتوفوا للاسف يعني. فده عندنا ده عباره عن الانكيفالي، وعنده حاجه مهمه جدا برضو ان هو بيكون البرين عنده بما ان هو اكسبوز مش مغطيه سكال ولا حاجه في الجزء ده اللي فوق ده، فهيكون البرين بتاعه مكشوف انترا يوتراين لامنيوتيك فلويد، فهيتحلل هيحصل له ديجنريشن تمام. وعندنا كمان حاجه مهمه جدا ان هي عنده حاجه اسمها فروك اي ابييرنس، ان هو عينيه منتفخه بالشكل ده زي ما تكون زي عيون الضفادع بالظبط، بتكون عيونها منتفخه برضو مشابهه للشكل ده تمام. ده كده كان باختصار الانكيفالي. وعندنا حاجه ثالثه برضه في الكتاب اسمها ايه، اسمها اكزينكيفالي تمام. اكزينكيفالي ده عباره عن ايه، عباره عن هيرنيشن للبرين برضه بره السكال فولت، وبرضه بينتج عنه كومبلكسز كتير جدا وبينتج عنه برضه وفاه تمام. نرجع تاني بقى للكتاب. عندنا الساينز اوف سباين بيفيدا عامل ازاي، في كرينيال ابنورماليتيز، في مشاكل عندنا في الكرينيوم. عباره عن ايه بقى يا ترى؟ عباره عن ان في عندنا ستراكشر تحت اسمه السيسترنا ماجنا تمام. ده في عندنا كومبريشن للسيربيلم في البرين بيضغط، فبيعمل حاجه اسمها كريسنتيك ابييرنس او بنانا ساين، وبيسمها ارنولد كياري 2 مالفورميشن. شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل بالشكل ده، هو ده حصل كومبريشن تمام للسيربيلم. فهي حصل عندنا ايه بقى؟ حصل عندنا ان السيربيلم بقى شكله عامل كده، عامل زي الموزه بالظبط، او يعني موزه تخينه شويه بس يعني، ها يعني هو بنانا ساين. ان السيربيلم بقى طبعا بدل ما هو كان شكله منفوش واخد مكانه في السكال بونت، لا بقى مكبوس بالشكل ده في البريشر، واخد شكل حاجه اسمها بنانا ساين. فدي اول ساين على وجود السباين ريفيدا، ان في عندنا كرينيا ابنورمالتيز زي ايه البنانا ساين اللي قدامنا بالشكل ده. تاني حاجه عندنا برضو في الترتيب ده، عندنا حاجه اسمها ايه، اسمها ليمون ساين. هي هيبقى عندنا ايه، هيبقى عندنا ديفورميتي كونكيف للفرونتال بونز. ده عندنا ده الجزء بتاع الفرونتال بونز اهو، بص بقى داخل تنيات زي بدل ما كان هيبقى عامل كده، بص بقى عامل ازاي، بقى عامل تنيتين بالشكل. وبعد كده راح مع ورا مع بقى السكال فولت، عندنا حاجه اسمها ليمون ساين شبه الليمونه، تسبب زي ما قلنا ان في كونكيف ديفورمتي حصلت للفرونتال بونز. وكان معلومه هامشيه كده مالهاش دعوه بالمنهج يا جماعه، لحد لو حد عايز يشتري ليمون قريب، الليمون سعره كويس النهارده اليومين دول ب 10 جنيه كيلو، عشان بس ايه كلها كده اسبوعين ثلاثه هتلاقوا ناس بيبيعوا 40 45، ف يعني الليمون ساين وكده يعني طبعا مش مهم يعني الكلام ده تناسوه تماما يعني. في عندنا بعد كده حاجه اسمها سباينا بيفيدا ابيرشا. احنا عندنا تصنيفات للسباينا بيفيدا مش كلها واحد تمام. ده عباره عن ايه، عباره عن حاجه بالشكل ده. دلوقتي السباينا بيفيدا له تصنيفات كتيره جدا، احنا النوع اللي يخصنا هو السباينا بيفيدا ابيرشا اللي هو ده. ده عباره عن ايه، عباره عن فول ثيكنس ديفكت اوف السكين، السكين اللي هو ماشي في الظهر اللي هو الاسود ده حصل له انتربشن هنا وانتربشن، حصل له رابشر، فالديورال كانال اللي هي القناه اللي ماشي فيها النيورال كونتنتس دي خلاص حصل لها اكسبوز، بقت مفتوحه للسطح الخارجي. ايه بقى الاستراكشر اللي ممكن تطلع بره السكين يحصل لها هرنيشن؟ ممكن تبقى كفرد بالكنال دي بحاجه اسمها ثين مننجيس او مننجيو سيل تمام، اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عننا اللي هو بالشكل ده، اللي هو بالاول ازرق الاستراكشر الازرق ده يكون ماشي برده بره كده وداخل لجوه هنا تمام، هو ده المننجيس. فيبقى حاجه اسمها مينزو سيل ان هو معبي جواه فلويد، او النيورال تيشو اللي هو موجود عندنا فاضي بالشكل ده يحصل له هو كمان برده هيرنيشن بره، فيبقى عندنا كومبينيشن حاجه اسمها مايلو مينزو سيل، ان احنا عندنا النيورال تيشو طلع بره ومعاه كمان المينجيس مايلو مينزو سيل. ده موجود عندنا في الكتاب برده بالنص، موجود عندنا في الفقره اللي هي الفقره دي تمام. صوره عندنا برده ثانيه للسيريبيلال فلاتنينج اللي هو عمل لنا ايه البنانا ساين، برده صوره عندنا برده اهو للبنانا ساين بالشكل ده تمام. وكان معاهم مش بس بنانا ساين، ده هو قدام كمان معاه ايه، معاه الليمون ساين اللي هو الكونكريت فورمتي والفرونتال بونز. الالن كيفري تاني اتكلمنا عليها ان هي عباره عن ابسس اوف كرينيال فولت اللي هو الكالفيريوم اللي هو العظم يعني، ومعاه كمان الالن كيفر ان هو كان هو اللي بره بالشكل ده كمان راح، ما بقاش بس غير البرين ستيم اللي هو بالمنظر ده بسبب ان هو كان البون راح الاول، فبقى عندنا الالن كيفر بقى اكسبوزد للاميوتيك فلويد فحصل له جنريشن، فما بقاش فاضل حاجه عندنا غير البرين ستيم بس. وعنده الفروك اي ابيرنس اللي هو بالشكل ده، العيون المنفخه اللي هي بالشكل ده تمام. التشخيص بيبقى بوسبل عند حوالي 13 اسبوع من الحمل. وعندنا حاجه اسمها انكفالو سيل، ده عباره عن بروتروجن اوف البرين، اللي البرين يطلع بره السكال او اي منجيس عن طريق اي كرينيال ديفكت في العظم تمام. هو ده الانكفالو سيل. في مشكله في البون زي ما احنا شايفين، في ان هو البون هنا حصل له ديسكونتيوشن، راح عندنا البون خالص، فالبرين وباقي الاستراكشرز الديوره والحاجه والسي اس اف كل ده عمل هرنيشن وعمل عندنا المنظر ده.
هو ده الانكيفالوسي. طيب الكلافت ليب والباليت، طبعا الالتر ساوند برضو يبين عندنا الكلافت ليب، يعني انا هو مش عارف الصوره هنا، يعني هو المفروض ان دي كلافت ليب، يعني انا انت بتقول ايه ازاي يعني، بس انا حاول اوضحوها برضو، يعني انا يمكن انا برضو مش مقتنع ان ده كلافت ليب قوي. يعني هو طبعا ال 3 دي الالتر ساوند زي الفل، باين فعلا ان في كلافت ليب اهي، بالذات دي بالذات الصوره دي اللي هي باينه قدام دي ان فعلا اللي فيها مشكله، دي برضو باينه ان في عندها برضو كلافت ليب اللي هي الخط اللي ماشي بالشكل ده، فالصور دي افضل بكتير يعني. بس في عندنا صور من عندنا افضل بكتير، كمثال عندنا صوره زي دي، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ترانسفيرس سكشن برضو للفيتوس. احنا شايفين عندنا الاستراكشر ده، ده عباره عن ايه؟ ده النوز اهي، المناخير اهي، والفتحتين اهو، دي فتحه ودي الثانيه، تمام. الليب بعد كده عندنا في عباره عن ايه؟ عندنا ده الابر ليب ده مكانه، وفي عندنا كليفت اللي هو الاسود اللي هو مفتوح ده، تمام. فده عباره عن ايه؟ اوبليك كليفت، يعني هو كليفت بس ماشي واخد زاويه، مش مفروض واخد زاويه، فعشان كده اسمه اوبليك كليفت، تمام. افضل بكتير من الصوره اللي عندنا بالمنظر ده يعني. عندنا بقى برضو شويه الترا ساوند هنعمله على الفيتال ابدون ابدون الغول، ان هو المفروض في مرحله معينه الاستومك هتنفخ عند الفيتس ده، لان الاستومك بيبقى فيها جاس كونتنت، فالجاس كونتنت ده هينفخها زي البالونه بالظبط. الطبيعي عندنا الطبيعي ها ان هي لما تتنفخ يعني يبقى عندنا الشكل ده. ده صوره طبعا لالترا ساوند ترانسفيرس معمول على الابدون بتاع الفيتس، وده الصوره اهو بالشكل ده، تمام. المفروض ده مفتوح على بعضه، ده المفروض عندنا الاستومك والديودنم مع بعض مفتوحين كافيتي بالشكل ده بسبب ان الجهاز نفخهم. طيب لو في اي مشكله في الديستنشن، زي مثلا ان في ستريكشر، او ان عندنا مثلا في اتريجيا، في جزء عندنا هينفخ وجزء مش هينفخ، جزء الجهاز هينفخه والجزء الثاني هيفضل يجيب لك بوس على نفسه زي ما هو. هيعمل لنا حاجه شكلها عامل ازاي؟ زي اللي في الكتاب كده، حاجه اسمها الدبل بابل، تمام؟ اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان في عندنا ديودنال اتريجيا، في عندنا مشكله في الديودنم، خلت الجهاز مش قادر ينفخ الباقي الاستراكشر، نفخ عندنا الاستومك لكن ما نفخش عندنا الديودنم خالص، تمام. الفيرست اوف ديودنم خلاص لسه مقفول عنده في اتريجيا، مقفول على نفسه ما تنفخش، ده صورته طبعا ابنورمال اهو بالترا ساوند، ادي عندنا الجزء ده، ده الفيرست، ده الفيرست ديودنم اهو، وده الاستومك، وما بينهم اهو في ايه؟ في الكونكشن اهي بالشكل ده. طبعا ده مكان ان هو عباره عن اثريجيا، فعشان كده عملنا دبل بابل، ادي بابل على اليمين بابل على الشمال اهو بالشكل ده، تمام. فبيزود ده برضه بيكون انديكيشن ده ايه؟ عندنا ريسك اوف كروموزومال انبلويدز، ان احنا برضه زيه زي باقي الحاجات اللي احنا كنا بنعرف فيها ان في مشاكل في الكروموزومز، ده برضه بيكون انديكيشن قوي ان في عندنا مشكله. عندنا برضه حاجتين ابدونا وولد فاكتس، حاجه اسمها اومفالوسيل وحاجه اسمها جاستروسكيسس. طيب مين فيهم مين بقى بالظبط؟ الصوره اللي عندنا ده عندنا الترا ساوند اللي فوق ليه حاجه اسمها اومفالوسيل، باين ان في هرنيشن خارج بالشكل ده من منطقه الامبليكس تقريبا يعني بالشكل ده كده، وحاجه اسمها جاستروسكيسس. طيب نبدا بالجاستروسكيسس اللي هو ده بالمناسبه، هو ده الجاستروسكيسس، ده عباره عن ايه؟ عباره عن برا امبليكال ديفكت، يعني الجزء اللي هو جنب الامبليكا على طول ده ايه حصل فيه ديفكت، تمام. عباره عن ايه؟ عباره عن هرنييتد سمول باول لوبس، عايمه بشكل حر كده في الامنيوتيك فلويد من غير اي ممبرين خالص، زي الشكل ده كده. ده عباره عن السمول انتستن حرفيا، وده السمول انتستن اهو خارج جنب الامبليكس، تمام، على يمينه على الرايت سايد، حتى احنا اهو شايفين اهو قال الامبليكس اهو طالع الابيض ده، وهو على يمينه على طول. وبيبقى عايم بشكل طبيعي جدا بقى في الامنيوتيك فلويد، والطفل بيتولد على الحال ده ان هو فعلا السمول انتستن خارج بالشكل ده. ده مش بيكون معاه خالص اي كروموزوم انومالي الحمد لله. والبروبوز بتاعه يتضح، يعني هو كويس ان هو بيتصلح، بيحاول يرجعه جزء من السمول انتستن في الابدون الكافيتي، وبيحاول برضه يستاثره جزء من الانتستنز، فالمشكله بتتلحق يعني الحمد لله. في عندنا بقى اومفالوسيل، دي بتكون ميد لاين ديفكت زي اللي في الصوره هنا عندنا بالظبط، هو عنده في نص الابدومين ميد لاين، الكوريد انسنشن بيبقى موجود جوه الهرنيتد ماس نفسه عشان كده احنا مش شايفينه. الهرن دي بقى جواها ايه؟ دي بقى جواها مشاكل كبيره جدا للاسف، جواها انتستنز سمول انتستنز زي ايه الجاستروسكيسس، بس جواها كمان ليفر، تمام، وممكن يكون الاثنين يبقوا موجودين مع بعض، يعني ممكن ده بس وده بس او الاثنين مع بعض، وبيبقى مضغوط زي ما احنا شايفين بمبرين مغطيه ممبرين، مش بتساب لوحده كده سايح كله على بعضه، لا في بروتونيوم وفي امنيوم، وده للاسف بيكون معاه كروموزوم انوماليس في 40% من الحالات، والبرودوس بتاعه للاسف بيكون فري بور، في الغالب بيكون بور يعني، بالذات طبعا لو كان الاستراكشر اللي طالع عندنا هرديشن ده هو عباره عن الليفر، يعني الانتستنز مش مشكله قوي انها شبه ده، بس طبعا مشاكل الكروموزوم الانوماليز مع وجود ليفر بره هرنيتس مشكله كبيره جدا للاسف.
عندنا بقى الكونجنتال هارت افكتس. هنيجي بقى نبص بقى على الهارت نقيم شغله عامل ازاي. طبعا لو في مشاكل في الهارت دي هتعمل لنا مشاكل زي المورتاليتي والموربيديتي. والالترا ساوند طبعا ادانا ميزه ان احنا هنقدر نشوف الهارت سواء بقى كسيجر سيكشن او كترانسفيرس سيكشن. هنشوف الشكل اللي قدامنا طبعا زي كده في الدياجرام اللي قدامنا ده، ان احنا بندور على اندايركت ايرلي ماركرز في الاول خالص ان ممكن يكون مشكله يكون في هارت ديفكتس. زي شفناها في اول الدرس خالص النيوكل ترانسلوشنسي، لما قلنا ان هو لما بيزيد بيكون دليل على ان في كروموزوم انوماليز، وكمان على دليل ان هو في عندنا ايه كاردياك ديفكتس. فان هو عندنا في نيوكل ترانسلوشنسي زايد عن الطبيعي ده يكون دليل برضو على ان في كونجنتال هارت ديزيز ممكن، وان يكون في ابنورمال برات فلو في الدكتس جينوسس. وطبعا ده بيتشاف بايه؟ بالدوبلر، الدوبلر الترا ساوند. ده نفس جهاز الالترا ساوند بس يورينا الدم ماشي في اتجاه عامل ازاي. هنشوف ايه؟ هنشوف حاجه شبه كده، الوان، الوان كتير قوي. هنشوف ايه؟ هنشوف اخضر وهنشوف ازرق وهنشوف اصفر وهنشوف احمر. طب هو كل دول اصلا عباره عن ايه؟ احنا بالدوبلر عايزين نشوف الارتيريال والارتيريال وولز هل بيضخ دم بشكل كويس ولا لا، عايزين نشوف الدم بيتحرك في الاتجاه الصح بتاعه ولا لا، عايزين نشوف هل في اي ديستربنس او توربلنت فلو البلد في البلد فيزلز ولا لا. فاحنا بنقيم اتجاه وحركه البلد في الارتريس. تمام، حلو جدا. تمام، هنشوف ايه؟ هنشوف لو شفت لون ريد او يلو او وايت ده معنى كده ان الدم بيتحرك ناحيه الدوبلر، ناحيه الجهاز، ناحيه البروب، اللي هو ابروتشنج بلد، جاي ناحيه الجهاز اللي احنا حاطينه. فده يعتبر حاجه اسمها بوزيتيف دوبلر شيفت. لو لقينا اللون ده عامل ازاي، ان هو بلو او ساين اللي هو اللون الازرق السماوي يعني، او لون وايت برضو، ده معناها نيجاتيف شيفت، او ان هو الدم بيتحرك ان هو ايه ريسيدنج فلو، رايح في اتجاه عكسي. تمام، طبعا اتجاه عكسي ده يعني رايح بعيد عن البروب. وفي عندنا انه يكون في حاجه اسمها لون جرين، ده معناها ان في ديستربنس للبلاد فلو او توربلنت فلو، ان الدم ستيجنت، ان هو ما بيتحركش كويس، الدم موجود في مكانه ثابت. فاحنا كده عشان برضه تسهيل للوضع ده عندنا صورة هنا اهو موضحة. هنا احنا حاطين البروب على طبعا منطقة مثلا، فنفترض احنا هنا عايزين نشوف الدم بتاع الفيتس، احنا حاطينه ابدومينال. تمام، وشايفين بقى السيلز اللي موجودة بقى جوه الارتريز وجوه بقى الفيسز، زي دي بقى اللي هتدي الانعكاس بتاع التوبلر. لان يعني طبعا ده عبارة عن بلاد، ده عبارة عن فلويد، ايه اللي يخليه بقى يدي بقى انعكاس ايكوجينستي؟ بسبب ان في سيلز الار بي سيز بالذات هي اللي بترد الفريكونسي على الجهاز. بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه عندنا بالشكل ده، ده عندنا جيف اهو. تمام، موضح عندنا اهو الوان مختلفه كتير جدا. احنا شايفين ايه؟ شايفين احمر، شايفين اصفر، شايفين اخضر، شايفين ازرق. زي ما قلنا دي بقى الحاجات المختلفه، يعني مثلا الاحمر ده متحرك ناحيه البروب، تمام، جاي ناحيتنا احنا. الازرق ده ايه؟ راجع تاني عامل ريسيدنج، ده طبعا مشكله بسيطه يعني، بس في العادي ده الطبيعي يعني، كده كده هو البروباجيشن بتاع البراد في البراد بيزنس بيكون 100% انه رايح في اتجاه اللي هو طالع لقدام، احيانا بيرجع شويه لورا بيبقى طبيعي يعني، ده مش مشكله يعني. ده عباره عن ايه اصلا؟ ده عباره عن اورتا، ده عباره عن يعتبر سيجيتال سيكشن للاورتا، وشايفين الدم فيه بيتحرك عامل ازاي. فالاحمر ده هو رايح يعتبر بروباجيتنج، ده بوزيتيف شيفت. تمام، اما الازرق ده نيجاتيف شيفت زي ما احنا قلنا، ومعانا اليلو برده بتصنف على انه بوزيتيف شيفت، والاخضر ده يعتبر ديستوربد او تربلنت فلو، ده بقى الدم اللي هو متجمع ان هو مش بيتحرك كويس. تمام، برضو عادي ان يكون برضو يبقى في كميه بسيطه من الدم يعتبر تربلنت، بس طبعا لو زادت قوي يبقى احنا كده عندنا مشكله في الارتيريال وول وفي ضخ الدم عموما في الجسم كله. تمام، ده كده كان الدوبلر الترا ساوند. بنعمل ايه كمان بالالترا ساوند؟ ممكن نفحص لو في رينال انوماليز اللي عندنا، ده عباره عن سيتو سيكشن، احنا كده قاطعين الفيتس بالطول، فاحنا شايفين الرايت والليفت كيدني تمام جنب بعض بالشكل ده، والجسم طبعا هو طبعا ده جسمه بالطول كله طبعا. فطبعا ممكن نلاقي رينال انوماليز كتير جدا عند الاطفال، ممكن نلاقي اوبستراكتيف او ديسبلاستيك انوماليز، ولو في طبعا اي علاقه مع مشاكل الامنيوتيك فلويد. ليه؟ لان الامنيوتيك فلويد في مرحله معينه بعد مثلا بروليفريشن لليورينري سيستم كله عند الطفل، بقى عنده بلادر، بقى عنده كيدنس، بقى عنده يورترز، بقى بيعمل يورينيشن، معظم البالك بتاعه الامنيوتيك فلويد هتكون معموله من يورين. تمام، فلما يتحرم من خاصيه زي اليورين دي بسبب ان هو عنده كيدني، عنده رينا انوماليز، وقتها هيحصل له طبعا ايه؟ ان الامنيوتيك فلويد هيقل جدا جدا، ان هو كان معتمد ان هو هيزيد باليورين، فبالتالي هيبقى عنده اوليجو هيدرامنيوس. تمام، هي دي بس فكره ايه علاقه الامنيوتيك فلويد ابريشن بوجود رينا انوماليز يعني.
وطبعا زي ما قلنا اي بروسيجر هنعملها انفيسيف لازم هنكون داخلين ارشاديا بالالترا ساوند، زي البري نيتال جينيتك دايجنوزز مثلا، ان احنا ممكن ناخد عينه بالكورنيك فيل سامبلنج او بالامنيوسنتيسيس فنعمل لهم مثلا كاريوتايبنج ونشخص. فاحنا واخدين العينه من الامنيوتك فلويد مثلا او واخدينها من الكورنيك فيل لاي، الاثنين دول كان انفيسيف واحنا مش شايفين حاجه، فداخلين بالالترا ساوند عشان نشوف احنا داخلين فين بالظبط عشان ما نعملش انجري للفيتس. طبعا بالكاريوتايبنج ممكن نلاقي في اي كروموزوم ابنورمالتي زي الترانسلوكيشن زي الانفيرجنز زي الميوتيشنز. والكورنيك فيل السامبل دي تتعامل من 12 14 اسبوع كنا خدناها قبل كده تحت اشراف الالترا ساوند، بناخد الفيتال سيلز نعمل لهم سيرجيك اناليسيز، برضه بيكون داخلين بالانفيسيف ديفايس بيكون داخلين من الابدومين. تمام، برضه عندنا امنيوسنتيسيس بناخد عينه من الامنيوتيك فلويد بيكون برضه انفيسيف بروسيجر بالاسبوع ال 15 وال 20 تحت اشراف الالترا ساوند يعني، وبناخد السيلز بنعمل لها سيتوجينيتيك اناليسيس. بنعمل الكلام ده في الحالات اللي احنا مشتبهين ان احنا عندنا مشكله زي مثلا دايجنوستيك لو في ادفانس ماتيرنيج احنا خايفين يكون في اي كروموزوم انوماليز مثلا، لو جالنا اي ابدوم بايوكيميكال ماركرز قبل كده زي الدبل ماركر فاحنا عايزين نعمل كونفرميشن بقى بالكاريوتايبنج، او احنا شاكين في نيورال تيوب ديفكت او ان في هيستوري اوف ريكرنت اوريتري ديزيز في العيله مثلا فاحنا خايفين ان هو يتنقل للفيتس. برضه ثيرابيوتيك علاجيا امنيو درينج احنا كنا قلنا ان امنيوسنتيسيس ده يعتبر علاج برضه في البولي هيدرامنيوس، ان احنا بنسحب العينه بنسحب بقى الكميات الزياده بالامنيوتيك فلويد دي. تمام، برضه اثناء لو في انترا يوتراين ترانسلوشن او فيدوسكوبي لو احنا هنبص عليهم بانذار او لو هنعمل لهم برضه نقل دم برضه الحاجات دي كلها ايه تعتبر علاجيه باستخدام برضه الترا ساوند. والكومبليكيشنز طبعا مختلفه ان احنا ممكن نعمل رابشر في الممبرين لو اتغشمنا يعني، واحنا بنعمل ان بناء واحنا داخلين بيل سيرنج يعني، ممكن براين سيروس طبعا لو عملنا انجري للفيتس، ممكن فيتال تروما، ممكن بسبب ان احنا لا انفيزيف بروسيجر فاحنا نعمل انفكشن الام وان هو ينتقل للطفل فيرتيكال ترانسميشن يعمل لنا انترا امنيوتيك انفكشن او بريدنج. تمام، في الصوره على الشمال دي عندنا ده عباره عن ايه، ده عباره عن امنيوسنتيز، هو داخل هو بياخد بالسيرنج اهو ابدومينال بياخد عينه من امنيوتيك فلويد، وده جهاز اللي يعتبر الالترا ساوند ده نسخه مختلفه عنه شويه يعني موبايل كده بس نفس الفكره يعني. واللي على اليمين دي ده عباره عن ايه، ده عباره عن الكورنيك فيل سامبلنج، هو داخل هو بروب بياخد عينه من الكورنيك فيلاي، وطبعا ده ايه ده الالترا ساوند عشان ايه يعرفه هو داخل فين بالظبط، وده طبعا ده الكاريوتايبنج اهو عشان نعمل ديتكشن لاي كروموزوم الانوماليز. في عندنا بقى الثيرد ترايمستر اخر ترايمستر خالص الالترا ساوند ده هنعمل فيه ايه، برده هنقسمه في الفايبرتي وديتنج نتاكد ان احنا ماشيين بالطريق الصح وان هو عمال بيكبر ونساعده كويسه. الاستراكشر انتجريتي الجراث والاسمتيك فيتال ويف زي ما شفنا قبل كده برده بالحساب بالبايبراتال دايمتر بالهيد سيركمفرنس والحاجات دي كلها، ونشوف ان هو بينمو برده مع مرور الوقت. ونستبعد حاجه زي انترا يوتراين جراث ريستريكشن او الماكروسوميا. الماكروسوميا ده اللي هو عباره عن ان هو يكون حجمه ازيد من ال 90 برسنتايل، فهو عكس الاي جي ار، الاي جي ار عكس تماما الماكروسوميا، دول عكس بعض، ده تحت ال 10 برسنتايل وده فوق ال 90% برسنتايل. فطبعا ده وزنه زايد جدا وده وزنه اقل بكتير جدا من الطبيعي. نقيم برضه الامنيوتيك فلويد لو في برضه زايد او اقل من الطبيعي، والبرزنتيشن البلاسنتا مكانها فين في اليوترس بالتحديد عشان خايفين ان هي توصل عند السيرفكس. والاساس الفيتا ويل بينج بقى بالفايل فيزيكال بروفايل اتكلمنا عنه في اول الدرس خالص، وبالدوبلر فيرسومتري كده كده الدوبلر احنا شفناه مفيش مشكله خلاص. انما الفايل فيزيكال بروفايل ده عباره عن ايه؟ احنا هنقعد نتابع الفيتوس تحت الالترا ساوند وناخد بقى يعني نديله كده زي كده سكورز معينه على كريتيريا معينه. هنقيم البريزنج موفمنتس ان هو حركات ان هو بيتنفس ولا لا، يعني هو خلاص الرئه عنده بقت ماتشور فبقى بيتنفس كويس ولا لا، هنقيم حاجه زي كده وهنديها سكور. هنقيم حركه الفيتال موفمنت اذا كان هو بيتحرك برده كويس ولا لا، الفيتال تون حركته دي حركه قويه فيها تون يعني ولا حركه كده فيها نوع من انواع الراحه وان هي حركه مرخيه كده كان الفيتس كده مش ماسك نفسه جامد يعني. هنبص هنعمل حاجه اسمها فيتال رياكتيفيتي من ستريس تيست، هو هنشوف كمان الانوتيك فلويد فوليوم مستوى عامل ازاي. فاحنا نكبر بس شويه الاول عشان هنشرح الكلام ده بالتفصيل. عندنا اول حاجه خالص احنا كل كرايتيريا من دول هنديها سكور من صفر للتين. صفر ده ان هو ما بيحصلش خالص، اتنين ده يعني ممتاز، واحد ده بيحصل بس المستوى اقل شويه. فاحنا هنا الجدول عندنا هنا ان هو مدينا خانتين كان المفروض يدينا ثلاث خانات يعني من يعني صفر واحد اتنين بدل ما هي ايه صفر اتنين بس يعني. وطبعا احسن سكور في كل كومبارتمنت من دول ان هي تكون اتنين، واحنا عندنا خمسه كومبارتمنتس عشان كده اعلى سكور ممكن يجي ان هو يكون ايه 10، ده اعلى حاجه خالص ان هو 2 في 5 ب 10. تمام، فاول حاجه خالص عندنا الفيتال بريثنج موفمنتس. هنبص على الفيتس بالالترا ساوند لمده كام، مده نص ساعه 30 دقيقه
لازم يتنفس فيهم على الاقل 30 ثانيه متواصل، يكون في سستيند بريثنج في النص ساعه عليه. تمام، لو حصل هياخد سكور عادي جدا، هو اخد 2 من 2 ان هو ممتاز مش اي مشكله خالص. ايه بقى الحاجه الاسوأ بقى؟ ان ياخد عليها سكور اقل من 2، ياخد عليها 1، ياخد عليها 0، على حسب. ان الفيتال بريثنج موفمنت يكون اقل من 30 ثانيه في ال 30 دقيقه اللي احنا بصينا عليه لمده 30 دقيقه، فهو يتنفس اقل من 30 ثانيه. تمام، يتنفس بقى ممكن 20 ثانيه، 15، 10، ممكن ما تنفسش خالص، وقتها هياخد صفر. تمام، ده كده البريثنج موفمنتس. عندنا الفيتال موفمنتس الحركه، احنا قاعدين برضو بنتابع مده نص ساعه، بندور على ثلاث حركات او اكتر، يعني مثلا في النمت او في الترنك يعمل فليكشن، يعمل اكستنشن، يتحرك ثلاث حركات او اكتر في نص ساعه، هياخد وقتها 2 من 2. امتى ياخد اقل من 2 من 2؟ لو هو اتحرك حركتين او اقل في النص ساعه دول. تمام، او ما اتحركش خالص طبعا. الفيتال تون وهي قوه الحركه، يعني ايه؟ يعني يعمل وان ابسود اوف موشن اوف ليمب، ان هو ايه ليمب مثلا زي مثلا الدراع مثلا، ان هو فليكشن تو اكستنشن، بعد كده يرجع تاني يعمل فليكشن. يعني هو ايه؟ هو في وضع الطبيعي يعمل فليكشن. تمام، هيفرد الدراع يعمل اكستنشن، بعد كده يرجع تاني وضع الطبيعي ايه يعمل فليكشن. فكده معنى كده ان هو ماسك نفسه ان هو حركته قويه مش حركته مناخيه. فانت برضه ياخد سكور اقل من 2 من 2 لو هو في سيمي او فول ليمب اكستنشن، لكن ما رجعش تاني ايه للفليكشن، ان هو عمل اكستنشن بس ايه ما عرفش يرجع تاني يولع الفليكشن ده، لان حركته ضعيفه يعني اضعف من الطبيعي. حاجه اسمها فيتال رياكتيفيتي او ستريس تيست، ده بقى عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان احنا في عندنا مصطلحين، مصطلح اسمه اكسلريشن ومصطلح اسمه ديسلريشن. ايه الاكسلريشن ده يا ترى؟ المفروض ان الفيتس لو حصل له ستيميليشن باي شكل معين، ان هو الهارت ريتس دي هتزيد عنده. تمام، زي مثلا ان هو يتحرك. الفيتس ده لما يحرك ليمب من عنده، احنا كبني ادمين لما مثلا حد فينا مثلا يروح مثلا يحاول ان هو يكون قاعد غير وهو بيجري، غير وهو مثلا بيمارس رياضه، الهارت ريت بيتغير مع الاكتيفيتي بتاعه الانسان. فلما الفيتس يكون قاعد عادي جدا ما بيتحركش، هو له هارت ريت معين، هيجي مثلا يعمل فليكشن واكستنشن ويتحرك، هنلاحظ ان الهارت ريت زاد. تمام، ان هو بقى يكون بقى زاد قد ايه؟ يكون زاد 2 اور مور اكسلريشنز. يعني ايه؟ يعني في خلال مثلا 20 دقيقه اوبزرفيشن او نص ساعه اوبزرفيشن، حصل له ان الهارت ريت بتاعه زاد مرتين. تمام، كل مره من دول كان بيزيد فيهم حوالي 15 بيتس على العادي، اللي هو كده كده 120 160، ده النورمال رينج بتاع الهارت ريت بتاع الفيتس. يعني هو مثلا في العادي كان عنده الهارت ريت بتاعه 130، جه اتحرك، فانا منتظر منه ان 130 دي تزيد تبقى ايه على الاقل 15 زياده، يعني يبقوا 145 في الدقيقه. تمام، لمده 15 ثانيه، يعني انا قاعد بتابعه لمده نص ساعه مستني ان هو مع الحركه الهارت ريت بتاعه يزيد قد ايه؟ يزيد مرتين في نص ساعه دول، كل مره من دول الهارت ريت يقعد زايد 15 ثانيه، ويزيد 15 بيت عن ايه النورمال رينج بتاعه. تمام، كده ياخد 2 من 2. اما بقى لو ما حصلش الاكسلريشنز دي، يعني الزيادات دي ما حصلتش، او حصلت اقل من مرتين في ال 20 دقيقه اوبزرفيشن ده، وقتها مش هياخد ال 2 من 2 سكور. اخر حاجه خالص الانوتيك فلويد فوليوم، ان احنا نلاقي بوكت اتليست 1 سنتيمتر ينتور بالديبسر بلين، احنا بنبص على الوسع بتاع الانوتيك فلويد يعني ان هو يكون مظبوط. تمام، انت بقى ياخد سكور اقل من كده لو اللارجست بوكت كان اصغر 1 سنتيمتر، يعني معنى كده ان هو عنده اوليجو هيدرامنيوس، ان هو عنده الانوتيك فلويد فوليوم اقل من الطبيعي. تمام، وقتها مش هياخد 2 من 2. بعد كده عندنا المانجمنت على حسب السكور، احنا بقى ادينا 2 وادينا 1 وادينا 0 وحسبناهم، فاحسن الظروف هيبقى 10، فاسوء الظروف هيبقى 0 في كل حاجه وما بيعملش اي حاجه خالص. وطبعا هنشوف بقى هنتعامل بقى مع الفيتس ده ازاي على حسب السكور. طيب نبدا في الاول خالص، الدنيا حلوه. تمام، 8 ل 10 اللي هو ممتاز، ده كده اصلا ما فيهوش هايبوكسي، يعني هو بيتنفس ما فيهوش اي مشكله، بيتحرك ساعته كويسه جدا. مجرد بس هنعمل ايه؟ هنريبيت تيستنج وات ويكلي انترفال، ان ده الثاني ترايمستر، ان هي خلاص اهي على مشارف الولاده، هنبقى نكرره بس كل فتره عشان نطمن مفيش اي مشكله خالص. لقيناها اقل شويه بقى 6، هنعمل ان احنا كده هنشتبه ان هو عنده كرونيك اسفيكسيا. تمام، اشتباه. تمام، لو عمر الفيتس الجستيشنال ايج اكتر من 36 اسبوع هنولدها عادي جدا مفيش اي مشكله، مش هيضطر نستنى ان احنا خايفين ان الاسفيكسيا دي ممكن تزيد. تمام، وتعمل مشكله وتخنق الفيتس. فلو هو خلاص وصل لعمر ان هو بقى اكتر من 36 سنه هنولد الحاله. تمام، اما لو حاجه اسمها ال على اس، ايه ال على اس بقى؟ ضغط سنه، حاجه اسمها لوسيفين سفينجو مايلين ريشيو. تمام، ده بيقيس ايه؟ ده عباره عن ريشيو حاجه على حاجه بيطلع رقم.
الرقم ده بيستخدم في قياس ان هو يعرفنا اللونج بقت فول ميتشور ولا لسه تعتبر ايميتشور، تمام؟ يعني اللونج بقت كامله النمو وفيها صيادة يتنفس، ولا لو ولدناه دلوقتي هيبقى عنده مشكله وممكن يتخنق وممكن يموت لان اللونج عنده مش كامله النمو. وعلى اساس ده طبعا بنحدد اذا كان ينفع ان نولد دلوقتي ولا لا. المهم المفروض ال على اس ده ريشيو يكون عددها الطبيعي ان هي تكون 2 فما اكتر. معنى كده ان الفيتس ده بقى عنده لونجز كامله النمو، يعني ممكن نمرضه هيتنفس عادي ومش مشكله. اما بقى لو طلع ان هو اقل من 2 وقتها مش هينفع نولد، بقى مشكله كبيره ان احنا طبعا ايه لو ولدناه هيتخانق ومش هيعيش. فاحنا حنريبيت التست ده خلال 4 ل 6 ساعات املا بقى ان احنا بقى نشوف بقى ان مثلا هل السكور ده هيتحسن ولا هيبقى اسوء ولا هنعمل ايه بالظبط. لو لقيناه اقل ان هو بقى 4 من 10 برضه هنشتبه في كورنيك اسفيكسيا. لو عمر الفيتس 36 اسبوع فما اكتر فاحنا ايه هنولد عادي جدا مفيش مشكله. اما لو قلب 32 اسبوع مش هينفع، هنعمل ريبيتنج ريتست في خلال 4 ل 6 ساعات. اما لو السكور بقى 0 ل 2 كارثه طبعا، هنسترونج اللي بس سبيكت ان في اسفيكسيا طبعا اكيد في كارثه طبعا في مشكله. هنعمل تيست يمون 120 دقيقه بنتابع فيه بالالترا ساوند الفيتس بيتحرك وبيعمل ايه بالظبط. لو فضل السكور 4 فما اقل هنولد بقى بغض النظر بقى عن الجيسون ايج بقى، يعني ايا كان بقى وضعه عامل ازاي، لان هو كده كده طبعا لو سبناه هيكمل هيموت. فهو لو كمل في الحمل ده هيموت، ولو ولدناه وهو طلع طبعا لسه مش نموه ما اكتملش والرئه ما اكتملتش برضه هيموت. فهي العمليه يعني المحصله واحده للاسف في الاخر، يعني في النتيجتين يعني كده كده ايه ده محصله بعضها يعني زي ما بنقول كده. طيب انا هعدي الجزء ده دلوقتي علشان هناخده بالتفصيل في الورقه اللي بعديها على طول، تمام؟ في حاجه اسمها نون ستريس تيست، احنا هنقيم الفيتال موفمنتس اللي هو الكارديوتوجرافي، ان احنا بنقيم يعني الهارت ريت اللي هو الكاردياك كونتراكشنز. بنشوف ايه علاقه حركه الفيتس الفيتال موفمنتس مع الاكسلريشنز اللي بتحصل في الفيتال هارت ريت، اللي احنا قلنا ان الهارت ريت هيزيد مع الحركه، تمام؟ وليه طبعا لما تكون موجوده ده دليل ان الفيتس بأحداثه كويسه. وكان من ضمن الكرايتيريا ان هو كنا بنديها اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن الفيتال اللي هو رياكتيفيتي اللي احنا اتكلمنا عليها ده، تمام؟ فمن ضمن الكرايتيريا مهم جدا عندنا. الكومبوننتس احنا عندنا بيس لاين ان النورمال هارت ريت في الفيتس يكون من 120 ل 160، وان يبقى في حاجه اسمها بيت تو بيت فاريابيلتي، ان هو يعني ايه؟ يعني هو مثلا يبقى قاعد شويه يبقى في فاريشن ما بين 120 و160 بدون اي مشكله، يعني مثلا شويه 120 شويه 130 شويه 140، ده معناها البيت تو بيت فاريابيلتي، بس احنا موجودين عندنا في النورمال رينج ما بنخرجش بره لا بنقل عنه ولا بنزيد عنه، تمام؟ والرياكتيفيتي ان هو وجود الاكسلريشنز وانعدام الليد ديسلريشنز. ايه هي الليد ديسلريشنز دي؟ دلوقتي الليد ديسلريشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الهارت ريت بيقل مش بيزيد، دي مشكله كبيره جدا. ليه ممكن يكون بيقل؟ ممكن يكون بيقل بسبب ان في مشكله في البلاسينتا، حاجه اسمها يوتيرو بلاسينتال انسفشنسي، ان هو اليوترس بتاع الام يكون بيخنق الطفل. بيخنق الطفل يعني بيعمل ايه؟ بيحصل اليوتراين كونتراكشنز جامده جدا، بتوقف الدم اللي رايح للطفل، فبالتالي الطفل يحصل له ان هو يحصل له ديكريزنج اوف الفيتال هارت ريت، تمام؟ اليوترس بيخنق الطفل. ده طبعا لازم ما يكونش موجود، لو ده موجود ده معناها كده زي ما قلنا ان في حاجه اسمها يوتيرو بلاسنتا انسفشنسي. فاحنا بندور ان يبقى في اكسلريشنز موجوده، دي جود ساين، وان في ابسنس اوف ليد اكسلريشنز. النتائج عندها طيب عامله ازاي وقتها بقى؟ اما انها تكون رياكتيف او ريشورنج، يعني نتائج حلوه زي ما قلنا 2 اكسلريشنز او اكتر، كل واحده منهم بيزيد فيها البيتس على النورمال 15 بيتس بالمية، وتقعد اكتر من 15 ثانيه في فتره ملاحظه 20 دقيقه، ده كده كل حاجه حلوه جدا مفيش اي مشكله خالص. او نون رياكتيف او نون اشورنج طبعا ان هو ايه ابسنس اوف اي فيتال رياكتيفيتي زي ما شفناها برضه في الجدول فوق خالص، تمام؟ التستنج اللي بنعمله بعد 30 اسبوع من الحمل، وممكن قبل ما نعمله نعمل حاجه اسمها فيبرو اكويستيك ستيميليشن، تمام؟ ده عباره عن ان احنا هنعمل ستيميليشن للفيتس، بان احنا هنجيب كده جهاز بيعمل اصوات نحطه على الابد في المكان اللي فيه فيتال هيد عشان الفيتس يسمع الصوت ده. فلما يسمع الصوت ده يعني زي ما تقول كده يعني شبه هيتخض، يعني هو موضوع مختلف شويه طبعا، هي مش خضه بس هو هيستجيب للصوت ده، والهارت ريت بتاعه المفروض ان هو هيعلى بعد ما سمع الصوت ده، تمام؟ فاحنا عملنا استيميشن عشان نشوف هل هيتاثر بيه ولا لا. اللي على الشمال ده جراف للهارت ريت، ده رياكتيف، واضح ان هو اهو زاد اكتر، زاد 3 مرات، ادي مره ودي الثانيه ودي الثالثه، واضح ان في اكسلريشنز ومفيش خالص اكسلريشنز نهائيا، ما بيقلش عن المستوى الطبيعي بتاعه. اما اللي على اليمين ده ريشورنج، واضح ان هو ما بيستجيبش خالص، شبه موجود في النورمال رينج،
ما بيستجيبش خالص، لا بيطلع ولا بينزل. تمام، فده كان مقارنه بين ده وبين ده. وفي عندنا برضو بالرجوع للفيتال اوت كام على حسب البايوفيزيكال بروفايل سكور، يعني كل واحد فيهم هيحصل له ايه. لو طبعا في حاجه اسمها ليت ديسيلريشن زي ما قلنا، معناها ان في يوتراين كونتراكشنز، فهنعمل حاجه اسمها سي اس تي او كونتراكشن ستريس تيست، ان احنا عايزين نشوف الطفل هيبقى وضعه عامل ازاي لما تيجي الام تولد، لان الام طبعا بتولد ففي يوتراين كونتراكشنز عاليه جدا بتحصل وقت الولاده. فاذا كان الطفل اساسا انترا يوتراين مفيش ولاده وان هو مخنوق واليوترس عامل كونتراكشنز عليه، ما بالك بقى لما تيجي تولد هيبقى المنظر عامل ازاي. فاحنا عايزين نشوف هيبقى المنظر عامل ازاي لما تيجي تولد، هل هينفع ولا الطفل ممكن يتخنق ويموت في اثناء الولاده نفسها، فمثلا نضطر نعمل حاجه ثانيه مختلفه يعني. لو الاكسلريشن مختفي هنعمل الام اس تي اللي هي عباره عن النون ستريس تيست، والبايوفيزيكال بروفايل والسي اس تي معاها اللي هي عباره عن الكونتراكشن ستريس تيست. لو البريثنج وقف طبعا كل احنا عاملين نقل او اكثر، كل احنا نروح ناحيه الهايبوكسيا لحد ايه ما يبقى كلنا طبعا صفر في الاخر خالص يعني. ان البريثنج ستوبس هنعمل البايوفيزيكال بروفايل، ان الموفمنت سيزز الحركات مش مكمله طبعا بايوفيزيكال بروفايل والفيتال موفمنتس. تمام، وعندنا ان يكون في فيتال تون برضو ابسنت مش موجوده تبع البايوفيزيكال بروفايل. ده كل طبعا معناها ان كل طبعا الاعراض عماله تزيد، كل ما كل حاجه عماله تروح مننا، معنى كده ان الهايبوكسيا والاسيدوز عمالين بيزيدوا، وبالتالي الخطر عمال يزيد اكتر واكتر واكتر. تمام، ده كده كان نهايه درس النهارده. انا الصراحه يعني انا يعني مبسوط جدا ان انا قدرت ان اوصل للمرحله دي، واتمنى يكون واضح شويه جزء الالترا ساوند لانه مهم جدا زي ما قلت في اول الدرس، داخل معانا في كل الاوسكي، داخل معانا في النظري في كل اجزاء الباثولوجيكال يعني، وبعد كده سواء في الاوبستريك سواء في الجاينيكولوجي. فاتمنى يكون واضح، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكون محاضره النهارده كانت كويسه. شكرا جدا على تحملكم لاخر الفيديو، وباذن الله محاضرات جايه في الطريق، وبالتوفيق باذن الله، والسلام عليكم.